صباح الخير. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. وصباح الخير يا مصطفى. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. في الحقيقة النهاردة يوم 22 إبريل. يوم 22 إبريل، وفي اليوم ده من كل عام العالم بيحتفل بيوم الأرض، وده بيكون حدث سنوي أممي، يعني عملية الأمم المتحدة بتحتفل فيه دول العالم كلها علشان تزود الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية. الدول في كل أنحاء العالم المهتمين بهذه القضية بيعملوا مؤتمرات، بيعملوا فعاليات، بيشرحوا حجم الضرر اللي وقع على كوكب الأرض واللي تسبب فيه الإنسان للأسف في آخر قرنين من الزمان. بس يعني طول عمر الأرض ما كانش فيها هذه المشاكل، لما جات الثورة الصناعية حصل كل هذه المشاكل ونتج عنها ظواهر مناخية متطرفة زي الفيضانات، زي السيول، زي حرائق الغابات، زي الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وأيضا الصقيع الغير محتمل. كل هذه الظواهر بتندرج تحت بند التغيرات المناخية اللي حصلت على كوكب الأرض. تعالوا نحكي لكم الحكاية من الأول. يوم الأرض بدأ بدعوة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1970، وشارك فيها حشود كبيرة على شكل مسيرات. المسيرات دي كانت بتطالب بوضع قوانين عشان تحمي البيئة من التلوث، وده طبعا بعد ما كل الناس لاحظت الضرر البيئي الكبير اللي نتج عن تسرب النفط اللي حصل في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الأمريكية يمكن سنة 69. بعد كده حصل بقى تجاوز في التاريخ ده، حدود الولايات المتحدة أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا اليوم ده يوم دولي للأرض عام 2009. وكمان في نفس اليوم سنة 2016 الأمم المتحدة تبنت اتفاقية باريس للمناخ اللي بتستهدف إبقاء الاحترار العالمي أقل من 1.5 درجة مئوية والعودة لمستويات ما قبل الصناعة. أشكرك كمان على المقدمة التاريخية العظيمة اللي أنت قلتيها دي، ودي يمكن بتلخص التحركات الدولية اللي حصلت على الساحة العالمية حول ما حدث على التغيرات المناخية. ولكن في الحقيقة بدون ضغط من كل النشطاء اللي كانوا مهتمين بقصة المناخ على رأسهم، واللي بعتبرهم يعني النموذج الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني، منظمة جرين بيس أو السلام الأخضر، اللي عملت مظاهرات قدام الجي 7 وقدام القمم أو الاجتماعات الدولية، وكانت بتطالب سنة بعد سنة أن يا جماعة خلي بالكوا خلي بالكوا خلي بالكوا. بدون كل دول ما كانش هيحصل حالة الحراك العالمي اللي شفناها في المؤتمرات اللي بتحصل كل سنة، واللي بتكشف لنا حقيقة كلنا كنا يمكن مش عارفينها، أن العالم المتقدم هم 7 دول في العالم هم اللي عملوا كل التغيرات المناخية دول، وأن الدول الأكثر فقراً هم الأكثر تضرراً، وأن الدول الأكثر غنى هي اللي عندها إمكانيات يمكن تعالج الحاجات دي في شكل صورة يعني معالجات بسيطة زي ما أنت عارفة منا. ولكن في النهاية المواطن الإفريقي على سبيل المثال هو الأكثر تضرراً. يعني زي ما قلت كده، التغيرات المناخية كل الأضرار اللي أضرت البيئة وأثرت على كل حاجة حوالينا، أثرت على الزراعة، على المية، على جودة التربة، على الأمن الغذائي، على الأمن المائي، بتأثر على الصحة العامة، مش بتأثر على صحتنا بس، بتأثر على صحة الحيوانات اللي احنا بنتبعها وناكلها، بتأثر على صحة كل حاجة. ده كل ده خلتنا أكثر، خلتنا احنا أكثر تضرراً،
وزي ما قلت كده رغم ان احنا يعني اقل الدول اللي ساهمنا في تكوين هذه الظاهرة، لكن احنا الاكثر تضررا. ويمكن عشان كده مصر انتبهت من وقت طويل لاهميه الحفاظ على الموارد وحمايه التنوع البيولوجي، وكمان استزراع مساحات من الاشجار عشان تقدر تحمي ارضنا، تقلل كمان تداعيات التغيرات المناخيه. النهارده هيكون عندنا فقره مهمه عن يوم الارض العالمي واهميه الاحتفال بيه. نصبح على حضراتكم مرة تانية وصباحكم زي الفل. صباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار الطقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا منى. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير يا دينا. التغيرات المناخية بنتكلم عليها بتأثر على الطقس، يعني أنت أكتر حد بتكلمينا في الموضوع ده. أنا يعني من بكرة إن شاء الله في طبعا موجة حارة جدا، وفي أتربة وفي رياح مثيرة لملء الأتربة، بس يعني النهاردة إن شاء الله الجو هيكون مستقر، لكن نخلي بالنا من بكرة بإذن الله. وأكيد هيكون معانا تفاصيل أكتر مع دكتورة منار غانم النهاردة. يلا بينا. شكرا لكم. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وهنستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، الطقس هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، في كمان نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، على درجة حرارة هتكون في أسوان 38، وأقل درجة حرارة في دمياط 24 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي معانا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع امبارح لمتابعة جهود تفعيل التعاون بين مصر وجنوب السودان، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم التعاون مع جنوب السودان عبر تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، بجانب الحرص على دعم جهود الشركات المصرية للبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة بين الجانبين. امبارح أيضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع من أجل متابعة موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة. خلال الاجتماع ده تم استعراض أعمال الوحدة المركزية اللي تم إنشائها بغرض وضع سياسات وضوابط للتعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية واللي بتتعلق بالأراضي اللي تم إضافتها لعدد من المدن الجديدة. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة جهود تفعيل التعاون بين مصر وجنوب السودان، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم التعاون مع جنوب السودان عبر تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، بجانب الحرص على دعم جهود الشركات المصرية للبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة بين الجانبين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة، وخلال الاجتماع استعرض وزير الإسكان تقرير حول أهم أعمال الوحدة المركزية اللي تم إنشائها بغرض وضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية اللي بتتعلق بعدد من الأراضي اللي تم إضافتها لعدد من المدن الجديدة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع مسؤولي شركة المنصور للسيارات لاستعراض خطط التوسع المستقبلية للشركة في السوق المصرية وفرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة في مصر. وأعرب مدبولي عن تقديره لنشاط الشركة في مصر وقدرتها على الانتشار الواسع في السوق المصرية على مدار الفترة الماضية، موضحاً أنه يأمل أن تكون الشركة مشاركاً أساسياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات اللي بتتبناها الدولة المصرية وبتستهدف تعميق صناعة السيارات محلياً. امبارح أكدت الحكومة أنه لصحة لاختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي بالمنيل، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن السرير المذكور متواجد بالفعل بالمتحف، وهو يخص السيدة أمينة هانم إلهامي والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق منشئ المتحف، وبيعد من أهم التحف الفنية التي لا تقدر بثمن نظراً لكونه من الفضة الخالصة وتميزه بجمال الزخارف والنقوش. كما أشارت إلى أن السرير بيتم إجراء أعمال الترميم اللازمة له تمهيداً لعرضه بالقاعة المخصصة لعرض مقتنيات السيدة أمينة هانم إلهامي ضمن سيناريو العرض للمتحف الخاص بمتحف قصر محمد علي بالمنيل،
واللي بيتم تجهيزه حالياً تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لتحرير سيناء، شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة واللي تم انضمامها على التشكيلات التعبوية وإدارة المدفعية بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. البنك المركزي المصري أعلن امبارح عن انخفاض صافي عجز الأصول الأجنبية في مارس إلى 65 مليار و 300 مليون جنيه بعدما كان وصل ل 270 مليار جنيه، وده أدنى مستوياته بعد أكتر من سنتين لما كان سجل 352 مليار جنيه في يناير 2024. طبعا صافي عجز الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي واحد من أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، لأنه بيظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية، وده بيعكس مزيد من مؤشرات التعافي والخروج من الأزمة. وبالنسبة لأخبار المحافظات، في أسوان تم الانتهاء من 23 مشروع وبدء تشغيلهم في قرى حياة كريمة، وفي القليوبية تم الكشف على 1159 حالة في قافلة طبية بالعبور. كمان امبارح في جنوب سيناء تم وضع حجر الأساس لمدرسة النيل الدولية في مدينة شرم الشيخ، وفي الشرقية تم توريد أكثر من 50,000 طن من القمح للشوان والصوامع. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان أكدت المحافظة أنه تم الانتهاء من 23 مشروع ضمن مشروعات حياة كريمة بنسبة 100%، وتم التسليم الابتدائي ليها، وده بقرية الدكة بمركز نصر النوبة اللي بتخدم 22,000 من المواطنين والأهالي. بتضم المشروعات إنشاء المجمع الخدمي والزراعي ونقطة الإسعاف، بالإضافة لمشروعات إنشاء عدد من المدارس ومكاتب البريد ومراكز الشباب والملاعب القانونية. في الأقصر شهدت معابد الكرنك زيادة كبيرة في أعداد السائحين، واستقبلت 5,000 سائح من مختلف الجنسيات والأعمار اللي امتلأت بيهم ساحات المعبد، قادمين عبر رحلات اليوم الواحد من الغردقة أو من طيران الشارتر القادم مباشرة للمدينة. في القليوبية نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية قافلة مجانية لخدمة أهالي الحي الأول بالعبور، وتم الكشف خلالها على 1159 مواطن مجاناً من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات. في جنوب سيناء تم وضع حجر أساس مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ اللي بتقع على مساحة 25,000 متر مربع تقريباً، وبتتكون من 7 ملاحق عبارة عن 2 مبنى للفصول، وبتحتوي المدرسة على 42 فصل و6 رياض أطفال و18 للمرحلة الابتدائية و9 فصول للمرحلة الإعدادية و9 فصول للمرحلة الثانوية. في كفر الشيخ أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم الاثنين من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 4 فجراً يوم الثلاثاء، وده لإجراء أعمال صيانة داخل المحطة الرئيسية مما يؤثر على مدينة كفر الشيخ. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 23 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 149 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، وبتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم المطار. في الشرقية أكدت المحافظة أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 50,262 طن و718 كيلو قمح لمواقع التخزين بنطاق المحافظة، وده وسط تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وأيضاً التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها. زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة يوم الأرض، وحنحتفل بيه على طريقتنا في صباح الخير يا مصر. هيكون معنا فقرة هنكثف فيها الوعي عن التغيرات المناخية، الدول العالم بتعمل في هذا اليوم إيه، الأمم المتحدة ليه احتفلت بيوم الأرض. ولكن على أي حال خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا بعدها.
بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في ارتفاع في درجات الحراره، الطقس هيكون حار نهارا على اغلب الانحاء، دافئ على السواحل الشماليه الشرقيه، شديد الحراره على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كل الانحاء. في كمان النهارده نشاط رياح احيانا على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن اخبار الطقس النهارده، وخصوصا كمان ان حضرتك من امبارح كنت قايله لي ان هيبقى في عدم استقرار في الاحوال الجويه وفي موجه حاره يمكن هتبدا من بكره ان شاء الله. هو بالفعل يمكن بدايه من اليوم هنبدا نشعر بارتفاعات شخصيه من درجات الحراره، ارتفاع تدريجي شخصيه من درجات الحراره. اليوم العظمى على القاهره الكبرى هترتفع عن الامس بمعدل من 3 إلى 4 درجات، بسبب ان احنا بنتاثر بوجود امتداد لكتل هوائيه صحراويه، فالكتل الهوائيه الصحراويه دي بتكون مرتفعه شخصيا درجات حرارتها، كمان مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل بشكل كبير على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي بيساعد على ارتفاع قيم درجات الحراره. اجواء حاره فتره النهار، وعظمى على القاهره الكبرى هتكون 33 درجة مئوية، فبالتالي فترة النهار وتحديدا فترة الظهيرة الأجواء اللي هنحسها أجواء ربيعية حارة في معظم محافظات الجمهورية زي القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، كمان سواحلنا الشمالية الغربية، أجواء شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية في جنوب الصعيد، ده هيكون في فترة النهار. خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس هنبدأ تدريجيا نحس بتحسن في قيم درجات الحرارة فترة الليل، تبدأ تدريجي البرودة فترة الليل تختفي طبعا، لأن احنا عندنا فترة النهار ارتفاع، فبالتالي ده هيأثر كمان على فترة الليل، فالأجواء فترة الليل هتكون أجواء معتدلة في معظم محافظات الجمهورية. زي ما ذكرت إن البرودة هتبدأ تختفي فترة الليل بشكل كبير، بالإضافة كمان إن اليوم هيكون في نشاط رياح في بعض الأماكن، لكن نشاط الرياح ده ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد، يعني تحديدا كده في سيوة، مطروح، سيدي براني، المناطق الغربية الموجودة في أقصى الغرب، نشاط الرياح اللي هيكون عليه هيكون مثير للرمال والأتربة. عشان بكرة الثلاثة إن شاء الله نبدأ نشعر بالارتفاعات الملحوظة جدا في قيم درجات الحرارة، نتأثر بمحافظ صحراوي وكتل هوائية صحراوية بشكل كبير، وما زلنا كمان هنتأثر بالمرتفع الجوي، فبكرة هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحرارة بمعدل من 6 لـ7 درجات في معظم محافظات الجمهورية، معدل 6 لـ7 درجات عن اليوم، فبكرة إن شاء الله متوقع العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 38 درجة مئوية. ذروة الارتفاعات هتكون يوم الأربع، يعني أعلى درجة حرارة هنسجلها هتكون يوم الأربع بإذن الله، أيوة، واللي هتوصل لـ40 إلى 41 درجة مئوية خلال فترة النهار. أجواء شديدة الحرارة بشكل كبير الثلاث والأربع، فبالتالي لازم ناخد بالنا من الارتفاعات الملحوظة في قيم درجات الحرارة، وطبعا هيكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه وخاصه في المنطقه الغربيه. الرياح طبعا مثيره للرمال والاتربه هتبقى على مدار الثلاث ايام، ولا مثلا هتبقى الذروه بتاعتها يوم الاربعاء برضو مع ارتفاع درجات الحراره؟ هي هتختلف من منطقه لمنطقه، يعني احنا يوم الثلاث ان شاء الله هيكون في نشاط لرياح اثاره الرمال والاتربه وتدهور رؤيه افقيه هيكون في السواحل الشماليه الغربيه ومناطق من الصحراء الغربيه. مع يوم الاربعاء هتكون اتربه عالقه، يعني مش هيكون في نشاط للرياح بشكل كبير، بس هتكون في اتربه عالقه وشوائب عالقه ايضا هنحس بيها موجوده في الجو، ونكمل معانا كمان الاتربه العالقه وارتفاع قيم درجات الحراره يوم الخميس. ومع يوم الجمعه ترجع تاني قيم درجات الحراره تنخفض فيها تحسن كبير وتنخفض، هي طبعا مش هتنخفض نرجع للبروده، لا هي تنخفض ترجع تاني للاجواء الربيعيه المعتاده الحاره فتره النهار المائله للبروده فتره الليل. طيب دايما درجات الحراره المرتفعه دي احنا مثلا في فصل الصيف في اغسطس هنحس بيها جدا لان الرطوبه بتكون مرتفعه، هل الرطوبه مرتفعه خلال الايام اللي جايه فهنحس فعلا بدرجات الحراره بتبقى قاسيه علينا؟ لا الحمد لله، ودي رحمه ربنا بينا في فصل الربيع، لان فصل الربيع قيم درجات الحراره ما بترتفع بشكل كبير، بتبقى بسبب مصادر الكتل الهوائيه الصحراويه، كتل هوائيه صحراويه يعني نسب رطوبه منخفضه، فبالتالي قيم درجات الحراره لو انا ما تعرضتش لاشعه الشمس هحسها زي ما هي، غير فصل الصيف، فصل الصيف حتى لو قيم درجات الحراره كانت اقل من فصل الربيع لكن ارتفاع الكميه الرطوبه هي اللي بتحسسني، صح، بتخلينا نحس بقيم درجات الحراره. انا بسال حضرتك لان ده بيفرق في احساسنا بدرجه الحراره لما الرطوبه بتكون مرتفعه، يعني حتى لو في ارتفاعات في درجات الحراره الايام اللي جايه بس الرطوبه هتبقى مش عاليه قوي هيبقى الجو معقول بالنسبه لنا.
بالفعل يعني انا حتى لو في فصل الصيف موجود في اماكن ما فيهاش اشعه الشمس انا بحس بارتفاع قيم درجات الحراره عشان الرطوبه بالظبط. لكن احنا هنا بنقول لو احنا بس تعرضنا لاشعه الشمس بشكل مباشر هنحس بارتفاع قيم درجات الحراره، فعشان كده بقدر الامكان الايام اللي جايه نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس وقت الظهيره تحديدا من الساعه 1 للساعه 3 4 العصر، ناخد بالنا بقدر الامكان ونتجنب اشعه الشمس المباشره، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، اهم حاجه ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي. مرضى السكتات الصدريه والديوب الانفيه ضروري جدا احنا خارجين الثلاث والاربع والخميس لازم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الأعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهارده، وهنبدأها من القاهرة العظمى 33 الصغرى 20، العاصمة الإدارية 33 20، اسكندرية 31 20، العلمين الجديدة 24 16، مطروح 30 21، دمياط 24 17، بورسعيد 25 17، إسماعيلية 33 18، السويس 32 19، العريش 26 16، كاترين 26 12، طابة 28 20، حلايب 28 22، شلاتين 31 21، شرم الشيخ 34 23، الغردقة 33 22، الفيوم 35 20، بني سويف 35 20، الوادي الجديد 36 24، أسيوط 34 20، سوهاج 36 21، قنا 37 22، الأقصر 38 23، وأخيرا أسوان 38 23. النهارده الطقس هيكون معتدل، لكن من بكره أو على مدار الثلاث أيام القادمين من الثلاث لحد يوم الخميس في موجة حارة وفي رياح مثيرة للمال والأتربة. نخلي بالنا من مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، ونشرب كميات مية كبيرة، وما نتعرضش بشكل مباشر لأشعة الشمس خلال الأيام اللي جاية. لكن من يوم الجمعة إن شاء الله هترجع درجات الحرارة تعود مرة تانية للمعدلات الطبيعية. هرجع مرة تانية لمنة ومصطفى عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالتحالف الوطني للعمل الأهلي هيطلق المرحلة السابعة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين، وبتتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية ومياه الشرب والمستلزمات الطبية والبطاطين والملابس والمشروبات وغيرها من الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. النهاردة هيقيم متحف إيمو حاتب بالسقارة احتفالية بمناسبة الذكرى ال 18 لافتتاحه بعنوان المتحف تراث وهوية، وده لإلقاء الضوء على الدور المؤسسي والمجتمعي في إحياء التراث اللامادي المتجسد على نقوش مقابر سقارة. الاحتفالية بتشمل عرض مادة فيلمية عن سقارة في قاعة التهيئة المرئية بالمتحف، فضلاً عن معرض مؤقت للصور الفوتوغرافية اللي بتجسد التراث اللامادي في مناظر مقابر سقارة بواسطة أطفال مرتدين الزي المصري القديم، علاوة على تنظيم جولة في معرض الحرف التراثية اللي بيقام في الساحة الخارجية للمتحف. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة، هيلتقي زد مع الجونة الساعة 4 عصراً، في السابعة مساءً هيلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، في نفس التوقيت هيلتقي الداخلية مع فيوتشر. في الحقيقة في بعض الأشخاص بتلاقي عندهم نوبات متكررة في استهلاك كميات كبيرة جدا من الأكل. غالبا الحالة دي بتكون مصحوبة بمشاعر فقدان السيطرة على إنك يعني توقف الأكل، وبرضو مصحوبة بمشاعر متعلقة بالشعور بالذنب بعد ما بيخلصوا الأكل ده. وده كله على حد ما عرفنا وقرينا وبحثنا إنه ما يعرف باضطراب الشراهة بتناول الأكل. لو الناس بتعاني من الأعراض دي إزاي تقدر تتحكم في الشراهة؟ ده اللي هنعرفه من دكتورة سالي وحيد الخضري، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي بمعهد الكبد القومي، اللي موجودة معانا على التليفون. صباح الخير عليكي دكتورة سالي. صباح النور عليكم. صباح الخير يا مصر. صباح الفل. اضطراب تناول الطعام او اضطراب الشراهة في تناول الطعام، بنحس ان احنا كتير قوي حاسين ان احنا مش عارفين ناكل ومش عارفين نوقف، وبعد ما ناكل نقول يا ريتنا ما اكلنا. ده بقى منتشر بين ناس كتير.
تمام، برافو عليكي، انت جبتي نقطه مهمه جدا. اضطرابات الطعام هي اضطرابات سلوكيه في الاول وفي الاخر، بس اضطرابات الطعام دي حاجه امراض شائعه جدا موجوده عندنا، وموجوده عندنا في الوطن العربي خاصه، وكمان بتصيب الناس ان تخليهم ليهم اتجاهات غريبه للاكل، ويا اما رفض الاكل تماما يا اما شره شديد جدا، وبتكون نتيجه تعمل افكار وتصرفات غريبه ما تبقاش طبيعيه تجاه النفس، وطول الوقت انا اكلت، انا لا انا مش عايزه اكل، انا جسمي شكلي بقى عامل ازاي، انا تخنت جدا. كل الحاجات النفسيه والعوامل النفسيه دي بتاثر لي جدا في اضطرابات الطعام، وليها اسباب سايكولوجيكال او نفسيه، ف بتأدي لي بعد كده لمشاكل كتير جدا هنعرفها مع بعض. يعني أسباب اضطرابات الطعام والله ممكن تكون أسباب اكتئاب أو توتر، شعور بالذنب طول الوقت، مشاكل عائلية، الوحدة، وكمان تخيلي العوامل الثقافية. يعني نبقى في مجتمع فيه بريشر جامد من السوشيال ميديا، ايه ده شكل الفجر بتاع البنت عامل ازاي، شكل الراجل الرياضي والجيم، نقعد طول الوقت شايفين فنحس بالذنب، واحنا عندنا في مصر وفي الدول العربية مرتبط الفرح والحزن والزعل كل حاجة والمناسبات كلها بالأكل. يعني فرح ففي جاتو أو بيبسي أو في عزومات أعياد في كحكة وبسكوت أو لحمة شمن الدين في أسلاك، ارتبط كل الحاجات والمشاعر الحلوة بالأكل، ودي بيخلينا لينا تصرفات غريبة ضد الأكل لنتج منها عنها الـ eating disorders أو اضطرابات الطعام. طيب يعني أفهم من كده أن احنا كنا بنربط الموضوع ده بمشاكل طبية اللي هي مقاومة الأنسولين، اللي هي أشياء كتيرة جدا متعلقة بالرغبة في الطعام، لكن الموضوع هنا احنا بنتكلم في موضوع نفسي، صح كده يا دكتورة؟ ده اللي أنا فاهمه؟ في سايكولوجيكال إيليمنت كبير، مش هننكر دور طبعا مقاومة الأنسولين، وده بيجي هي عاملة زي فيجن سيركل أو دايرة مغلقة، إن أنا باكل كتير فبقى أتخن فيجيلي مقاومة أنسولين فأرجع آكل تاني ما أحسش بالأكل وحاجات مع بعض، هي مش حاجة واحدة، هي كذا عامل، قلت لك عوامل نفسية، ممكن عوامل صحية زي ما قلنا كده زدنا فمقاومة الأنسولين ده، أو هرمونية كمان، ممكن حاجات تبقى بدايتها هرمونات ولخبطة في الهرمونات برضو دي بتبقى أشهر عن الستات، فاضطرابات الطعام فعلا أشهر عن الستات عن الرجال، لأن هم طول الوقت باصين لشكلهم، باصين في المراية وباصين إيه ده، وكمان طول الوقت عندهم السايكل بتاعة الهرمونات بتلخبطة، أو في اختلاف في الهرمونات، في مشاكل نفسية كتيرة بتقابلهم، فهم عرضة أكتر لاضطرابات الطعام. طيب امتى نقدر نحدد يا دكتوره من غير قبل عشان نعرف نتوجه لانهي طبيب؟ زي ما حضرتك بتقولي السيدات بيبقى عندها حاجه كتير تقدر تبقى ايه مش بتأنف ضميرها بيها، تقعد تقول انا فعلا عندي اضطرابات هرمون، انا عندي الشراهه دي عشان انا زعلانه، علشان انا مضغوطه، امتى بنحدد ان ده بزياده وزن نتيجه الاكل فعلا مش نتيجه ان في لخبطه هرمون؟ بصي هي بتبقى في اعراض كتيره، وانا الشخص لوحده طول ما احنا مايلد او حاجه بسيطه يقدر يسيطر عليه، حتى لو كانت مثلا ممكن شويه لخبطه في الهرمونات فهنحاول نظبط الوزن شويه، ننزل في الوزن، نتمشى ونظبط اكل صحي، الدنيا هتظبط معانا، الا لو كان اعراض الامراض الجسديه والنفسيه كبيره، انا مش قادره اسيطر وطول الوقت. يعني انا هقول لك انواع اضطرابات الطعام كتير جدا، اشهر ثلاث انواع اللي هم الانوركسيا نيرفوزا، فقدان الشهيه العصبي، البولينيا نيرفوزا، الشره المرضي العصبي، والبنش ايتنج اللي هو بياكل اي حاجه على البنش زي ما بيقولوا، او النهم الطعام اللي هو طول الوقت ياكل. الثلاثه دول بيبقوا بدرجات زي الامراض النفسيه او الامراض العروقيه، عندنا درجات كتيره، فاحنا ممكن يكون عندنا زي اليمنت او لمحات او يعني بعض الحاجات الطفيفه اللي ممكن نقدر نسيطر بيها على نفسنا بنظام غذائي بسيط، لكن في يعني مثلا الانوركسيا نيرفوزا او فقدان الشهيه العصبي، ده واحد حد بتيجي في الستات اكتر، وكانت اشهر واحده جالها الفتره اللي فاتت انجلينا جولي، يعني خدت كده فتره كده ان هي فقدت الشهيه للطعام لمجرد انها خايفه على شكلها، ممثلين كتير ومشاهير كتير ورياضيين اكتر برضو جالهم خوف، الخوف ده طبعا بعد ما الدكاتره يعني خوف ونزول في الوزن 15%، 15% دي حاجه كبيره جدا في فتره قصيره، فده بقى خلاص اغماءات، انا طول الوقت حاسس جسمه بيرتعش، وساعات ممكن يوصل فيها يعني في واحده كانت مش عارفه 22 سنه ووزنها 35 كيلو، يعني اللي هو حاجه يعني ما تجيبش وزن طفله يعني. فنزلنا في الوزن،
هتلاقي الدورة عند السيدات انقطعت، لأن الدورة محتاجة حاجات كتيرة جدا وتغذية سليمة عشان تبقى منتظمة. هتلاقي الدورة انقطعت، شعور البرودة طول الوقت سقعانة وبترتعش. كلها وقعت، وكمان نوبات الإغماء. دي حاجات واضحة كبيرة. أنا داخلة في أنوريز، أنا فاقدة الشغف، أنا خايفة من الأكل، أنا خايفة آكل. طبعا في امراض عضويه بتجيب كده، فلازم الدكتور لو الموضوع وصل لحاجه حاده شبه كده لازم يروح لطبيب طبعا، لان دي ممكن في الاخر غير الامراض الكتيره اللي ممكن تسببها، يعني هشاشه وحاجات كتيره وانقطاع لخبطه في الدوره وحاجات كتيره جدا، انها ممكن تسبب لحالات وفاه. وفي حالات كتيره جدا، يعني لو قعدتوا تدوروا على الانترنت هتلاقوا حالات وفيات كتيره بالانوريكسيا نيرفوزا دي. صحيح. طول ما مثلا انا في امراض عضويه لازم الدكتور بقى يكسكلود او يقول مثلا الاورام، معظم الاورام حاجات سرطانات المعده وسرطانات القولون، مثلا غده درقيه نشطه جدا، لازم الاول الطبيب المعالج يكسكلود او يقول ان ما فيش الحاجات دي، فهنتجه للتشخيص النفسي بقى، ويدخل معانا سايكولوجيست او طبيب نفسي يدخل معانا في العلاج. يعني اضطرابات الطعام بيدخل معانا في الكونسلت بتاع العلاج لازم طبيب نفسي. النوع الثاني المشهور جدا البوليني نيرفوزا، ودي انا اول ما درستها وانا في كليه الطب وانا صغيره كده من يعني 15 سنه، قلت يعني في حد يعمل في نفسه كده؟ هو بيجي له المريض ده او اللي هو الشره المرضي العصبي ده بيجي له حاله من ايه؟ ايه ده انا تخنت؟ فلا انا مش هاكل النهارده، فنيجي بالليل انا جعان، فاي حاجه قدامي هاكلها، يعني زي ما بيقولوا اكل الاخضر واليابس. بيحصل. ايه اللي حصل ده؟ انا عملت كده ليه؟ ايه اللي انا عملته ده؟ ويقوم داخل التواليت وحاطط ايده في بقه ومرجع. طب هو هنا في سؤال علمي. نفسه كده اكتشفت، وانا شفت حالات قريبه مني، يعني كذا حد قريب مني عمل كده من غير ما يدرك ان هو كده داخل في موضوع نفسي، وانا وقتها نصحته لا مش هينفع وكده غلط جدا على صحتك، انت مش عارف المشاكل ممكن تحصل. انت حضرتك بقى بتعمل ايه؟ بتاكل اكل كتير، فالمعده تفرز اتش سي ال وكل الانزيمات، تبتدي ترجع كل الاكل ده، كل الانزيمات اللي موجوده في المعده اللي مش مفروض تطلع في المريء كلها طلعتها، فبتعمل لنفسك induced vomiting، او يعني انت بترجع، انت اللي قاصد ترجع. ايوه. كل الحاجات دي بتحرق، ممكن توصل لي لان انا عندي ستركشر او الاسوفيجاس اللي هي مفهوم يا دكتور، يحصل له قرح والتهابات واورام. سؤال برضه ممكن توصل معايا للموت يا دكتوره سالي. برضه سؤال اخير في القصه فيما يتعلق بالقصه دي، المخ النهارده المفروض ان هو بيرسل اشاره، او المعده بترسل اشاره ان هي اكتفت للمخ، ان انا يعني حاله الشبع عندي حصلت، او ان انا حاله الجوع عندي حصلت. ازاي هنا الاشاره دي بتتعطل نفسيا؟ يعني في حاله ان انا مش عايز اكل وعندي رغبه ان انا اخس زي انجلينا جولي اللي اتكلمت عنها، او في حاله ان انا حاله دي كانت الاميره ديانا، قبل ما تتوفى، الاميره ديانا عافت في الاخر. الاميره ديانا كانت اشهر حاله من حالات البوليميا. مش هنتوقف عندي انا، بس سؤالي ازاي هنا المخ، عفوا، ازاي المعده هنا بترسل اشاره بالسلب للمخ؟ المفروض ان المخ بيبقى عارف انا عندي حاله شبع او عندي حاله جوع، فخلاص انا بستكفي. ازاي انا الموضوع يعني بيفرط من الانسان؟ ما انا هقول لكم، المخ ده حاجه معقده ومركبه ويقدر يسيطر على الجسم كله. الحاجات المشاكل النفسيه والامور النفسيه المعقده اللي بتمر بيها السيدات او بتمر بيها الشخص اللي عنده اضطرابات الطعام بتاثر له على كيمياء المخ فعلا. انا وافكاره بتبقى غلط، زي لا قدر الله الناس اللي بيجي لهم افكار انتحاريه، هو ازاي المخ جاب له يعمل كده وهو عارف انه حرام؟ بالظبط زيها، المخ قدر يسيطر، حتى الاشارات اللي جايه من المعده بيموتها كانها ما جاتش وكانه مش شايفها. كل الاكل ده متعه، ويلا بسرعه قبل ما يحصل اي حاجه، فيبتدي ياكل بسرعه 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 بسرعه، حتى بيلحق ممكن ياكل كميات كبيره وينعزل بقى عن الناس، لانه بياكل بطريقه شرهه جدا. وينعزل عن الناس عشان مش عايز حد يشوفه، ينعزل عن الناس عشان مثلا وزنه زاد جدا جدا جدا، لان ده النوع الثالث اللي هو النهم البنش ايتنج ده. فيبتدي ينعزل، لان المخ سيطر على، يعني سيطر على عليه في الافكار المغلوطه الاكتئابيه. ايوه، وبناء عليه بيحصل الكلام ده. وضحت المعلومه، شكرا لك دكتوره سالي وحيد الخضري، استشاري الصحه العامه والطب الوقائي في معهد الكبد القومي. شكرا جزيلا لحضرتك.
سد ثغراتك واحمي بياناتك، دي فكره مشروع تخرج بينفذه طلاب اعلام جامعه حلوان للتوعيه بكيفيه التصدي للتهديدات والابتزاز الالكتروني، وكمان زياده الوعي حول اهميه الحفاظ على البيانات والمعلومات. موضوع مهم جدا، خلينا نتعرف على تفاصيله من الطالبه انجي عبد السلام ليدر فريق مشروع تخرج ثغره في اعلام جامعه حلوان. اهلا بك يا انجي، منورانا. اهلا بحضرتك. ممكن توضح لنا الفكره اللي ركز عليها مشروع التخرج بتاعكم؟ انت عايزه تقولي ايه، او الفريق بتاعك اللي عمل هذا المشروع عايز يوصل رساله ايه للمجتمع؟ زين، بس قبل ما ابدا كلامي انا طبعا بشكر جامعتي والكليه بتاعتي والقسم والاساتذه والمشرفين على ان هم دايما بيدعمونا في موضوعنا، لان بيحاولوا يوصلوه بشكل كبير جدا على مستوى الدوله طبعا. تمام. قبل ما ابدا كلامي، دلوقتي احنا في عصر الرقمنه او التحول الرقمي، فزادت قوي الاختراقات لكل البيانات سواء على مستوى الشركات او الدول او للفرد نفسه لكل فئاته بقى، سواء افراد او اطفال يعني او كبار او شباب. فكانت فكرتنا جت من ان الدوله دلوقتي الاتجاه بتاعها في رؤيه مصر 2030 ان هي تنهض بالوعي اتجاه الامن السيبراني وان هم يحافظوا على الامن المعلوماتي. تمام. فده كان اول حاجه خلتنا نتجه للموضوع ده. فكنا عايزين نعرف الناس يعني ايه اصلا امن معلوماتي، لان ناس كتير قوي ما تعرفهاش. هي مشهوره بالهاكر، وهي الموضوع اكبر من كده بكتير. فكنا عايزين نعرف الناس ايه هو الامن المعلوماتي، وازاي تعرف ان انت مخترق اصلا، وايه اشكال الثغرات اللي تعرف منها ان انت مخترق، وبعدين اقول لك ازاي تحمي نفسك من الثغرات دي. وبناء عليه عملتوا ايه؟ اول حاجه طبعا بدانا نتجه للشركات ونتجه للوزارات زي وزاره الاتصالات، نروح سايبر اكس دعمتنا طبعا اللي هي المؤسسه الاولى اللي هي مهتمه بالامن السيبراني في مصر، فبداوا يدعمونا ويعني يقفوا جنبنا في الفكره دي، لان هي تعتبر اول مره تتناول بالشكل ده. فبدأنا نشوف الموضوع بيمشي ازاي، نشوف تجارب الناس، نشوف اشكال الثغرات، وجات لنا الفكره من هنا ان هي عباره عن ثغره. هي الثغره دي اللي انا بدخل كمخترق اهكر اللعبه بتاعتك، فاوصل للموبايل بتاعك، اسورك بياناتك، ابتزك وهكذا. طيب عددكم كام يا انجي؟ يعني انتوا كام حد من نفس القسم ولا من اقسام مختلفه؟ البلان اللي انتم ماشيين عليها وصلتوا فيها لغايه فين؟ او الخطه؟ احنا عددنا بالظبط 26، احنا كلنا قسم علاقات عامه واعلان. البلان بتاعتنا ان احنا متقسمين جوه التيم الكبير ده تيمات من جوه، تيم مسؤول عن السوشيال ميديا ده اللي بيبدا ينزل البوستس بالديزاينز بتاعتنا بمعلومات بسيطه وفيديوز عننا عشان يعرف الناس على السوشيال ميديا. تيم مسؤول عن الملف المعلوماتي اللي بيجمع معلومات من اول الموضوع خالص، من اول نقطه العصر الرقمي لحد ما وصلنا للامن المعلوماتي، ويكتب ازاي هننفذ الفكره دي ويحط كل الاشكال اللي احنا بنعملها في الحمله ككل. وتيم تاني مسؤول عن الديزاينات، فكل حد مختص بحاجه معينه. تيم التغطيه الاعلاميه ده اللي بيوصل للناس علشان يدعمونا وعلشان نوصل الفكره لاكبر قدر من الناس في مصر يعني. طيب من خلال يعني معرفتك بالقصه دي، ايه اكتر ثغره بيستطيع من خلالها الهاكر ان هو يوصل لبياناتنا، واللي بتنصحي بيها كل مشاهدي صباح الخير يا مصر ان هم يعني ما يعملوهاش؟ هو دلوقتي اكتر حاجتين منتشرين قوي، اللينكات والابلكيشنز او البرامج اللي بنزلها على اللابتوب او الكمبيوتر اللي من مصادر غير موثوقه. صح كده. ففي علامه لللينك مشهوره قوي تعرف منها اذا كان دي ثغره ولا لا. دايما تكوين اليو ار ال بيكون HTTPS، لما تكون اس دي مش موجوده ده معناه ان اللينك ده حد لقى في اليو ار ال بتاعه، فلما تدخل حتى بيجي لنا الارم كده اللي هو انت متاكد ان الموضوع ده هتدخل عليه، اصل ده في السكيور بتاعه مش تمام، فانت بتدوس كونتينيو عادي، بس هو بيكون ان هو بيخترق بياناتك بس. والحاجه الثانيه ان احنا نازل طبعا برامج وابلكيشنز من مصادر غير موثوقه، مش على الاب ستور او جوجل بلاي او كده. اكيد.
بنشكرك على المجهود يا إنجي، انتي وفريق العمل كله، كل الشكر ليكوا. إنجي عبد السلام ليدر فريق مشروع تخرج ثغره بجامعه حلوان، شكرا جزيلا ليكي. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا دينا شرف، اتفضلي دينا. شكرا لك مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم التعاون مع جنوب السودان عبر تنفيذ مشروعات التعاون المشترك. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع عدد من الوزراء لمتابعة جهود تفعيل التعاون بين البلدين، حيث أشار مدبولي إلى حرص الحكومة على دعم جهود الشركات المصرية لبدء تنفيذ مشروعات مشتركة مع جنوب السودان. ومن جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري اهتمام مصر بدعم العلاقات التاريخية الوثيقة مع الأشقاء في جنوب السودان، مضيفا أن الحكومة المصرية تنفذ بالفعل مشروعات تنموية في جنوب السودان، فضلا عن المنح والمساعدات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لجنوب السودان. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة أسفر عن شهداء ومصابين، كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصف الاحتلال المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة. انتشل الدفاع المدني الفلسطيني 60 جثة من مجمع ناصر الطبي، ليصل عدد الجثامين المنتشلة من المجمع منذ الجمعة الماضية إلى 210. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن الجثامين ناتجة عن إعدامات ميدانية وأخرى تم دفنها فترة حصار المجمع الطبي. وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أن ما يصل إلى 2000 مفقود تحت الأنقاض في محافظة خان يونس و1000 في المحافظة الوسطى، مشيرة إلى أنهم لا يستطيعون إخراج الجثث لعدم توافر معدات وأليات ثقيلة لإزالة الأنقاض. هاجم مستوطنون قرية برقة شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين أحرقوا ممتلكات الأهالي، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه أهالي القرية. تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف المدفعي على طول الحدود، وأوضح حزب الله أنه تم استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في منطقة المطلة، وتم تحقيق إصابات مباشرة. وكما أعلن حزب الله أنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ناتو يانس ستولتنبرغ أن بعض أعضاء الحلف أرسلوا مستشارين عسكريين إلى كييف، وقال إن الحلف ليس لديه نية لإرسال قوات للقتال في أوكرانيا، ولا توجد خطط لتواجد الناتو هناك للقيام بدور قتالي. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. في أسوان انطلقت فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لأفلام المرأة، واللي بيشارك فيه 76 فيلم من مختلف دول العالم. من المقرر أن يستمر المهرجان لغاية يوم 25 أبريل الجاري بمشاركة عدد كبير من صناع السينما في مصر والعالم، وتونس هي دولة الضيف شرف الدورة الثامنة للمهرجان. خلينا نتعرف على تفاصيل الدورة دي. معانا على الهاتف الأستاذة صفاء مراد المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي. أستاذ صفاء، بعد التحية، مهرجان أسوان يعني يختلف أو يتميز عن باقي مهرجانات السينما بأنه مخصص لسينما المرأة، لمهرجانات المرأة. إزاي ده هيبان من الفعاليات من خلال الأفلام المعروضة أو المشاركة في هذه الدورة؟ صباح الخير وأهلا بكم، ميرسي لكم على اهتمامكم. أهلا بيك. المهرجان هو كل السيمة بتاعته أساسها المرأة،
كل أساس فعالياته قضية المرأة، بنناقش كلها قضية المرأة، أو بتكون الأفلام لمخرجة مرأة. هي دي التيمة الأصلية، وإحنا معانا مجموعة من الأفلام، يعني معانا بيمثل مصر في المسابقة الرسمية فيلم المخرجة ماجي مرجان رسائل الشيخ دراز، ومعانا مجموعة تانية من الأفلام من 35 دولة، يعني 76 فيلم من 35 دولة، كلهم ما بين مخرجات سيدات وما بين قضايا السيدات. طيب احنا عارفين ان تونس هي ضيف الشرف، قولنا بقى ابرز المشاركات من الدول الاخرى. تونس هي ضيف الشرف زي ما حضرتك بتقولي، احنا عندنا من السويد ومن كينيا ومن اذربيجان ومن كوزوفو ومن اليابان، يعني مغطين جزء كبير من الدول من ثلاث قارات يعني. عظيم. طب احنا عارفين ان قضايا المرأة وملفاتها يعني مختلفة باختلاف كل دولة، يعني كل دولة ليها مشاكل خاصة بالمرأة. ازاي ظهر ده من خلال الافلام المعروضة عندكم؟ يعني اكيد افلام الشرق الاوسط غير الافلام اللي خاصة بالمرأة في اوروبا، غير الافلام اللي خاصة بالمرأة في اسيا. قولي لنا يعني ابرز القضايا اللي بتناقشها الافلام المعروضة. والله هو يبدو ذلك، بس الحقيقة أنه في نقطة واحدة بتبقى القضايا يعني شبه واحدة. بعض بس احنا كمان هو كمان احنا عندنا تركيز على انتصار المرأة على المجتمع، يعني او انتصار المرأة، تحقيق شغفها، تحقيق طموحها، مش بس قضية يعني بنبرز بس معاناتها. كمان عندنا كذا فيلم للمراهقات اللي بيحاولوا، في كذا قضية السنة دي فيها تركيز، بس ده يعني شكل العالم دلوقتي بيناقش كذا حاجة، الهوس بالشهرة وإزاي الناس بتأذي نفسها عشان الهوس بالشهرة، التيك توكرز والبلوجرز والكلام ده بالظبط، وإزاي الناس بتأذي وإزاي في هوس للسيدات، ودي بقى قضية عامة. ده حقيقي. في اللي هو الشكل المناسب، الجسم المناسب والشكل المناسب اللي كل السيدات بقت بتطمح له، أو المجتمع بيحطها في القوالب دي، فبالتالي بتأذي نفسها، العديد من السيدات بيأذوا نفسهم بسبب ده. طيب هل في شكل معين للقضايا المطروحة اللي هيتم اختيار المكرمين على أساسها؟ اختيار المكرمين تم إزاي، ومين أبرز المكرمين؟ أبرز المكرمين عندنا الفنانة غادة عادل من مصر، المخرجة هالة خليل من مصر، المونتيرة الكبيرة كاهنة عطية من تونس، الفنانة ألما بويستي من فنلندا، كمان فنانة هند صبري من تونس، كرمناهم مجات تونس مصر. طبعا كل ما يعني السيدات اللي احنا بنتكلم عنهم هم، ودكتورة منى الصبان كمان أستاذة أكاديمية كبيرة، طول الوقت مكرمات، سيدات يعني حققنا نجاح يعني مميز ومهم. يعني بالاضافه لده احنا عندنا برامج، بس عشان كنتوا بتتكلموا عن الافلام وكده، احنا عندنا برامج مخصوص لفلسطين والسودان، بتتكلم عن معاناه المراه الفلسطينيه والمراه السودانيه ما قبل الحرب، كمان يعني ما قبل الحروب في المنطقه. عظيم عظيم. معلش انا طماع شويه ان انا اعرف برضو نوعيه القضايا، يعني حضرتك ركزتي على قصه الشهره او طمع المجتمع في المرأة ونظرة المجتمع للمرأة من الزاوية دي بس، وقضايا الحروب بالتأكيد في مشاكل، يعني أكيد المرأة الشرق أوسطية أو الأفريقية أو العربية قضاياها أو مشاكلها غير المرأة الأوروبية، أكيد هناك في مشاكل مختلفة، في مشاكل في آسيا. بعيد السؤال مرة ثانية لحضرتك. المرأة يعني المرأة العربية
مختلفة عن المرأة الأوروبية. يمكن احنا انا برضو هرجع اقول لحضرتك مش معنى ان احنا القضايا يعني بس لازم معاناتها، بس كفاية ان احنا بنقول ان هي موجودة ومهمة. احنا في قضية أوروبية في معانا فيلم عن ثلاث فتيات، فيلم من السويد، ثلاث فتيات والدتهم بتقرر تتركهم لأسباب غير معروفة، وكل واحدة فيهم بتبتدي تقوم لما بيبقوا أو أكبر واحدة فيهم عندها 14 سنة بيبتدوا يدوروا إزاي هيعيشوا دور الأم من غير والدتهم. هايل. يعني ده جزء، يعني الموضوع ده يعني ده يمكن دي لو قضايا مجتمع مختلف، لأنه يمكن الست اللي قررت تسيب حياتها أو بناتها دي قضية برضو يعني مش مطروحة قوي في الشرق، فبالتالي البنات بيعملوا إيه كمان. وبعدين هو واخدها من زاوية البنات مش زاوية يعني لو كان عندنا في الشرق كنا أخدناها من زاوية إزاي الست بتعمل كده، لكن هو واخدها من زاوية تانية. كمان عندنا من النيجر فيلم بيتكلم عن إزاي بيستخدموا الفتيات يعني بيستخدموهم ازاي، بيعذبوهم ازاي علشان يبقوا يعني هدايا يعني بشكل كيفية التحقير من شأن المرأة والتعامل معها كسلعة مش تعامل معها كبني آدم مكرم له حقوقه. كل شكر ليكي الدكتور الأستاذة صفاء مراد المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي، شكرا جزيلا ليكي. خلينا نروح لملف تاني. مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة شهدت تدشين مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي الدولي، وده في مقر جامعة مصر المعلوماتية. المؤتمر ده تم تدشينه بمشاركة عدد كبير من الخبراء الدوليين ورواد صناعة البيانات، وبيشمل مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب وفي الهندسة وأيضا في التعلم الآلي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية. أهلا وسهلا بك يا دكتورة وصباح الخير عليك. صباح النور وأهلا وسهلا بحضراتكم، شكرا على الدعوة. أهلا وسهلا بك دكتورة. في أهداف عامة بتستهدفها فكرة تدشين مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي الدولي، لو حضرتك تقول لنا الخطوط العريضة. هو المؤتمر ده من أكبر المؤتمرات حضورا في أوروبا اللي هو العلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، علوم البيانات تحديدا والتعامل مع البيانات وكبيرة الحجم، بيحتروا أعداد كبيرة جدا من كل الدول الأوروبية، ودي لأول مرة في نسخته إن احنا نقرر إن احنا نستضيفه في مصر في خدمة الشرق الأوسط، وده طبعا لأهمية موضوعات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتأثيرها على حياتنا جميعا وتأثيرها يعني السريع اللي هيحدث وهنشعر بيه في حياتنا في كل تعاملاتنا في الحياة. ومن هنا المؤتمر استضفناه، والحقيقة كان واضح إن فيه اهتمام في مصر تحديدا وفي الشرق الأوسط بالموضوعات دي، لأني برضو اتفاجئنا بعدد كبير، يعني سجل فيه حوالي 1300 واحد كان على مدار 3 أيام، يومين اتعمل، احنا عملناه بطريقة بنسميها هايبريد اللي هي خليط بين الأونلاين يتعمل وبين اللي هو الحضور والتواجد بالفعل هنا في مصر. ففي كانوا يومين الأول أونلاين، وفي يوم اتعمل عندنا اللي هو يوم السبت الماضي، زي ما بقول لحضرتك كان حضره حوالي 1300، فكان حضور كبير. كان في جلسات على التوازي بين 5 و6 جلسات شغالين من 10 الصبح ل7 بالليل. فده بيوري حاجتين، حاجة إنه عندنا ناس من الخبراء، هو بيجمع طبعا بين الأكاديميين والعلميين الباحثين وبين الصناعة، فده بيوري إن إحنا عندنا عدد جيد جدا من الخبراء في هذه المجالات اللي تحدث على مدار 3 أيام، وكمان بيوري اهتمام كبير. فاللي كان من الحضور اللي بيحضر في باحثين طبعا، وفي ناس اللي هو المهنيين أو المتخصصين في الشركات المختلفة سواء شركات كبيرة أو شركات ناشئة، إنما كمان في طلبة، في عدد من الطلبة اللي اهتم إن هو يحضر من الجامعات المختلفة. تمام. طيب دكتورة، يعني
وانا بقرا كده القصه بتاعت حضراتكم لقيت ان من ضمن اوراق المؤتمر استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب. بالتاكيد اوراق المؤتمر كشفت حاجات كتير، وخصوصا ان احنا يعني عرفنا ان هو من اسرع الاشياء تقدما، الموضوع ده بيجري بره في اوروبا، ان بيتم تشخيص حاجات، بيتم حاجه لدرجه ان هو أو يعني في بعض العمليات البسيطه بيقوم الذكاء الاصطناعي بعمل. اوراق المؤتمر كشفت ايه في ملف الطب؟ هو في انواع مختلفه استخدام الذكاء الاصطناعي في حاجات كثيره الحقيقه من الناحيه الطبيه، يعني جزء منها وبقاله عدد من السنين هو تحليل الصور، الصور بقى باشكالها المختلفه سواء كانت لو ام ار اي، لو كان اكس راي، لو كان الانواع المختلفه، وتحليلها بدقه لمعرفه يعني لا سمح الله مثلا وليكن سرطان والورم وموجود فين بدقه. في حاجات بتتعرف طبعا برؤية العين بيشوفوها الأطباء، إنما في حاجات مش سهلة قوي كده، وإحنا بنتكلم على لوغاريتميات سريعة جدا وبتبص بدقة واتدربت على عدد كبير من الصور وبالتالي تقدر تحدد بدقة أكتر. وطبعا بيراجع الكلام ده الطبيب، يعني هو بيقترح البرنامج وليكن انه في ورم متوقع في هذا المكان، انما الطبيب بقى بيبص بنفسه بالعين المجرده من خلال الاجهزه طبعا المختلفه وبيتاكد. دي ابحاث شغاله بقى لها فتره حضرتك، العمليات اللي بتتعمل من خلال الروبوتات، العلاج واللي هو بيبقى بيسموه بيرسوناليزد او بيبقى حسب كل شخص احتياجه من نوع العلاج، كل دي حاجات وفي حاجات اكتر كتير بيدخل فيها الذكاء الاصطناعي بانواعه المختلفه بقى في الطب. وطبعا ممكن نتبحر في المجالات الطبيه كثيرا، يعني انا عارفه انه في الخارج واحنا برضو في مصر عندنا النيه دي انه جميع العلوم سواء طبيه او غيره لازم يبقى فيه على الاقل درجه معينه من الوعي بالذكاء الاصطناعي وفائدته لهذا التخصص. مش هيبقوا متخصصين في الذكاء الاصطناعي انما هيبقوا عارفين ازاي يستفيدوا من الذكاء الاصطناعي في مجال العمل بتاعهم. دكتوره، في اتجاه قوي جدا هو الاستثمار في صناعه البيانات، ودي حاجه خدت بالها منها الجامعه المعلوماتيه وبتقوم بتدريس اصولها بالفعل. وصلنا لمراحل ابتدت تتقدم جدا في هذا الموضوع. هي الجامعة أنشئت في 2021 بغرض محدد، وهي أنها تبقى جامعة تخصصية في العلوم المختلفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتالي لأنها جامعة تخصصية فالتركيز واضح في التخصصات دي، فطبعا في اهتمام وعندنا بقى الكليات المختلفة بتتكلم على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وفي كمان لو حضرتك تحبي برضو مهم نعرف حتى برمجة الألعاب الإلكترونية، لأن دي صناعة مهمة جدا طبعا. والجانب الآخر وهو التصميم والجانب الفني، فتصميم الألعاب الإلكترونية، تجربة المستخدم بمعنى أنه إزاي التصميمات المختلفة اللي تأثر على إزاي تنتجي منتج يكون بالشكل السليم والسهل واليسر للاستخدام ومريح للعين إلى آخره. إنما في الجوانب الأخرى تحليل البيانات، يعني حضرتك تكلمي على علوم البيانات وليس فقط تحليل البيانات، تحليل الأعمال دي في كلية زي تكنولوجيا الأعمال ففي اهتمام بيها. ثم الجوانب الهندسية مهمة جدا، يعني مصر هي مهتمة كدولة بصناعة الإلكترونيات بتصميم بالجانب التصميمي أو الجوانب الأخرى، النظم المدمجة، السيارات اللي هي بدون سائق والنظم المختلفة. الحقيقة يعني العلوم الحاسب وهندسة الحاسب داخلة دلوقتي في جميع المنتجات اللي في بيتنا واللي بنستخدمها زي ما قلنا السيارات، زي حاجات كتيرة جدا بنستخدمها، فكل دي من الجوانب اللي بيغطيها الدراسة طبعا عندنا في الجامعة. طب ده الذكاء الاصطناعي في الهندسة. فيما يتعلق بالتعلم الآلي، ده الماشين ليرنينج يا دكتوره؟ الماشين ليرنينج دي احد التخصصات في الذكاء الاصطناعي، فهو فيلد او تخصص جواه
بالبرامج البرمجيات المختلفة ليها، ويجي وراها اللي يعني طلع منها اللي هو بيسموه الديب ليرنينج، وهو ده اللي طلع منه دلوقتي بنسمعه كتير زي الشات جي بي تي وغيره. كل دي علوم تخصصية بتطلع من تحت مظلة الذكاء الاصطناعي. ناقشها ازاي المؤتمر من خلال أوراقه؟ يعني ايه الجديد فيما يتعلق بالتعلم الآلي وازاي تستفيد منه البشرية؟ حضرتك اتكلموا، كان في جلسات مختلفة بتتكلم عن التكنولوجيات دي وعن اللوغاريتميات دي وازاي هتأثر كمان على سوق العمل، وهل هي بتستبدل البني آدم ولا لا هي مكمل لأعمالنا. فده حصل وحديث كان يعني في جلسات كثيرة، وطبعا تحديدا حصل حديث عن الشات جي بي تي، وحصل حتى ورش عمل لتدريب طلاب أو باحثين ما استخدموش يعني بيستخدموا الشات جي بي تي إنما ممكن ما تخصصوش قوي فيه. في كان ورش عمل تفصيلية سواء لاستخدامه الاستخدام الأمثل أو لي اللي هو إزاي يطوعوا أو ينتجوا هم الشات جي بي تي حسب التخصصات المختلفة يعني أو لمجالات مختلفة، بما في طبعا اللغة العربية والتعامل مع اللغة العربية تخصصات معينة واستخدامها. هل هو هيستبدل الأشخاص اللي بيعملوا برمجيات؟ هل هو هيستبدل أشخاص بيشتغلوا في الموضوعات مختلفة؟ الحقيقة غطى موضوعات كثيرة. هايل هايل هايل، شغل كتير ونموذج للاستثمار في التعليم اللي بيحصل في الفترة اللي فاتت طبعا. فعلا في مصر، والتطور اللي بيحصل هو جامعة مصر المعلوماتية. كل الشكر ليكي دكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. اهلا بكم من جديد. من كام يوم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد حصل على براءة اختراع جديدة عشان ابتكر من مادة مستخلصة من مخلفات النخيل عدد كبير من المرشحات. المادة دي يمكن ان تطبق في العديد من الصناعات الحيوية المهمة، على سبيل المثال يعني لا الحصر زي وحدات الغسيل الكلوي. تفاصيل أكتر عن الابتكار والاختراع هيشرحها لنا النهاردة الأستاذ الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بسعادتك. أهلا وسهلا، صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. قبل ما أدخل بقى على الابتكار وقبل ما أدخل على الاختراع، من البداية عايزين نعرف كده، معهد علوم البحار في قسم خاص للابتكارات وقسم خاص للأبحاث والمشروعات البحثية وخصص بس للشغل على الجديد واللي هيتم تقديمه في الفترة القادمة؟ المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أنا دايماً بقول عليه هي جامعة علوم البحار في مصر. نشأ بقرار سلطاني في 1918، فهو من المعاهد القديمة. مصر فيها 11 معهد بحثي أو مركز بحثي يتبعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. معهدنا أحد المعاهد المنتشرة في مصر كلها، موجودين في 12 محافظة، موجودين في خلال أربع مراكز أو أربع فروع موجودين في مصر لهم محطات بحثية. عشان نحصل على براءة اختراع ويبقى لنا دور في الاختراع والابتكار، المعهد بيدعم مجموعة مشروعات كبيرة. عندنا السنة دي داعمين 57 مشروع. المشاريع بتركز على إزاي إن إحنا نعالج مشاكل قومية موجودة وإزاي نعمل ابتكارات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملت دعم للمشروعات أيضا من خلال الـ SDDF وأكاديمية البحث العلمي. حصلنا على مجموعة مشروعات، فمشروع الابتكار اللي حضرتك بتتكلم عليه ده أحد نواتج دعم وزارة التعليم. الـ SDDF دعمتنا في مشروع كبير إن إحنا ننتج مادة أسيتات السيلولوز اللي هي ينتج منها الأغشية اللي كانت بتستورد بمبالغ كبيره. بعد غلاء الدولار كان لازم ندور على حل. فعندنا مركز تميز بيديره الدكتور احمد النمر، وده موجود في فرع الاسكندريه. مركز التميز حصل على دعم فندي كبير من الاس دي اف، كل كان شغله ان هو يدور ازاي ينتج غشاء عالي الكفاءه لوحدات الغسيل الكلوي من مواد خام مصريه. احنا عارفين ان مصر النهارده رقم واحد في العالم في انتاج التمور،
وده بعد المزارع اللي اتعملت كمان تحديدا في الصحراء الغربية، وبقى عندنا يعني ريت أو مركز متقدم جدا، بس مش في عدد الإنتاج، لا كمان في جودة الإنتاج. إزاي قدرنا ناخد هذا الأمر وهذه الأشياء اللي يمكن كنا بنرميها صح، ونحولها لحاجة طبية نستفيد بيها ونفيد بيها البشرية كلها؟ هي كانت فكرة الزملاء، أنا عندي مخلفات وبتترمي، وعندي مواد أو أغشية بنستورد من الخارج بأسعار باهظة نتيجة ارتفاع الدولار، وبالتالي طب ليه احنا ما ندورش على مواد خام مصرية وتكون ما بتستخدمش، فاستخدموا المخلفات النخيل وبدأوا ياخدوها، انتجوا اول براءة اختراع كانت ازاي ان انا استخلص المادة نفسها اللي مادة الاسيتيت السيلولوز، دي كان اول براءة اختراع حصلوا عليها. ثم تاني براءة اختراع ان انا اصنع الغشاء نفسه اللي بيستخدم بقى من ضمنها في وحدات الغسيل كله. عندنا اختراعات بالنسبة لي تحلية مية البحر، عملوا موديل نموذج طوروا فيه الأغشية اللي هي بتعمل عملية تحلية مية البحر، ده يستخدم للفنادق. عملوا وده كان أحدث ابتكار بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، إنه إحنا بنعمل صناعات غذائية. أنا عايزة أقف عند النقطة دي، الحاجات دي أبروفد يعني تم توثيقها، أنا عارفة إنها في مرحلة الاختبارات، ولكن الكلمة واسعة قوي. زبادي يعالج مرض السكر، زبادي يعالج مرض الألزهايمر، حضرتك قصدك إنه هو بالانتظام عليه قد يحسن من الأعراض، قد يساعد، قد يكون مناسب للحمية الغذائية مثلا لو هو بيتبعها المريض، ولا قد يكون في مواد بتساعد على تحسين الوظائف للجسد في الجسد المريض، ايا كان بقى الزهايمر لو كان عقل يعني متضرر، او لو سكر لو كان بنكرياس متضرر. هو اي براءة اختراع او ابتكار قبل ما حد بيتكلم عليها لازم بيسجلها في مكتب براءة الاختراع اللي في أكاديمية البحث العلمي، ودي تابعه لمنظمة ويبو على مستوى العالم اللي هي بتحتفل بالابتكار والاختراع اللي هي بيوم 21 ابريل من كل سنه، وده السبب ان احنا بنتكلم عن الاختراع اليوم. في مواد بتصنع منها الأدوية اللي هي بتعالج الزهايمر والسكر، المواد دي اوريدي مجربة وتتباع في السوق، الزملاء طلعوا المواد دي من أعشاب بحرية وبالتالي استخدموها في ان هم يضيفوها للزبادي بحيث تعمل نفس مفعول الأدوية اللي هي بتتباع في السوق، وحصلوا على براءة الاختراع، وفي لجنة بتقيم الكلام ده. عظيم عظيم. هي النقطة بقى اللي احنا عملناها جديد، الرئيس السيسي في 2018 عمل قانون اسمه قانون حوافز الابتكار. كان دايما العلماء قافلين على نفسهم، يعملوا ابتكارات وتحط في الادراج. كانت القياده السياسيه فكرت طب وبعدين ايه الحل؟ الحل ان احنا نخلع شويه عبايه البحث العلمي، نلبس عبايه مستثمر، ونبدا نحول الابتكارات والاختراعات دي لفلوس لانها اقتصاد. فقانون 2018 اللي اللائحه التنفيذيه صدرت في 2019 ان احنا ننشئ شركات وحاضنات، هذه الشركات تاخد براءات الاختراع دي وتعمل عليها شركات، نعمل منتج ونبيعه في السوق. وده احنا عملناه في علوم البحار، انشانا شركه بنتعاقد، هي احنا لسه في البدايه، ما نيجي مثلا الزملاء اللي عملوا الاغشيه دي احنا نتعاقد معاه له حصه في الربح، ونتعاقد معاه ننتجه وندخل في السوق كمنافسين. اكيد لسه مكملين كلامنا عن براءة الاختراع اللي حصل عليها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، واللي هو عبارة عن يعني نوع من أنواع الأغشية بيتم من خلاله ترشيح فائق من مادة مستخلصة من مخلفات النخيل. معانا على تليفون الدكتورة أماني السقيلي، أستاذ دكتور بمعهد علوم البحار. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا، زي حضرتك. أهلا وسهلا بيكي، مبروك عليكي الاختراع. كلمينا عن رحلة تنفيذ المشروع من بداية تنفيذه ولغاية الحصول على براءة الاختراع. أيوة حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية بشكر حضرتك وبشكر الدكتور عادل، ويعني لكم جزيل الشكر يعني. والله احنا بدأنا في الموضوع ده تقريبا من 2011 او 2007 كمان، على اساس ان احنا كان معانا طبعا احنا فريق كنا من بقياده الاستاذ الدكتور احمد النمر اللي هو رئيس مركز التميز العلمي.
طبعا هو كان بتاع كيمياء عضويه استاذ دكتور، وهو في معمل التلوث، وكان معانا الدكتوره صفاء، هي انضمت الينا في 2013. احنا في البدايه كنا بنجيب كل المخلفات الزراعيه ونقول ان احنا مش معقول نسيب كده كل المخلفات يعني، ونشوف المخلفات اللي هي بتبقى غنيه بالسليلوز وبنستخرج، كنا ماده السليلوز. فاستخرجنا تقريبا من 2007 ل 2011 تقريبا معظم السليلوز اللي موجود، سواء في القطن، في الخشب، في حتى في اللي هو الويست بتاع المخلفات الزراعيه، تقريبا معظم الحاجات اللي فيها نسب سليلوز عاليه كنا بنشوف النسب العاليه ونستخرج منه السليلوز. بدايه بقى التطبيق العملي فعليا ان احنا نحوله لماده بقى تنفع تتعمل منها الاغشيه كانت في 2013، لما ابتدينا ناخد السليلوز اللي احنا فصلناه ونحوله لاسيتات السليلوز. اسيتات السليلوز دي هي اللي بيتصنع منها الاغشيه على مستوى العالم، يعني بيستخدموها في الار او، بيستخدموها في وحدات الغسيل الكلوي، وطبعا حتى في الدياليسيز اللي هو اللي هو بنستخدمه في تنقيه مثلا البروتينات او المركبات الكبيره في المعامل، المية كمان بالظبط كده. اي فدي طبعا كلها يعني بقينا نستخدمها، فده طبعا اللي هو سيلولوز اسيتيت. طبعا السيلولوز اسيتيت او اسيتات السيلولوز دي ما بتبقاش كلها بصوره واحده، يعني ممكن تلاقي منها مركبات احاديه، ثنائيه، ثلاثيه. الطرق الزمان اللي كانت مستخدمه كانت بتطلعها بالصوره الثلاثيه لما كنا بنستخدم معاها حمض الكبريتيك، لكن احنا كنا بنستخدم نوع تاني من اللي هو العوامل المساعده، وتقريبا احنا استخدمنا عوامل مساعده جديده. طبعا كان برضو الصراحه يعني الفضل للدكتور احمد في النقطه دي، لان هو كان عنده باك جراوند كويس في الكيمياء العضويه، فكان قال لنا على استخدامات كتيره اللي هي خلينا طيب يا دكتوره نبسط الموضوع عشان المشاهد وعشان الناس تفهم قيمته. احنا عندنا مخلفات النخيل هنقدر ناخد منها ماده بغض النظر هي ايه، هترشح او هتنقي محطات الميه، هتنقي وحدات الغسيل الكلوي، هتقدر تعمل طفره في التنقيه، مجال التنقيه. طيب طبقا لقرار رئيس السيسي بتاع حوافز الابتكار، هل تم انشاء شركه لاداره هذا الامر؟ والله هو لغايه دلوقتي ما فيش، لان احنا اصلا لسه حاصلين على البراءه دي، كنا تقريبا في اخر شهر 12 2023. ولما جه بقى الدكتور عادل هو اللي حاول يحرك الموضوع وقال ان احنا لازم نحول اللي هو الحاجه العلميه دي لشركه يعني، فلسه طبعا احنا ما عملناش. بس حصلتم على براءه الاختراع وتم توثيق هذا الامر رسميا؟ الحمد لله، يعني احنا خدناها تقريبا 25/12/2023. اجراءات الحصول على براءات الاختراع اتيسرت يا دكتوره مؤخرا كتير، يعني كانت بتقعد فترات طويله وكانت بتمر باختبارات كتيره وورقيات هي اللي كانت بتؤدي لعدم تسجيل كتير من براءات الاختراع. فعلا الموضوع اختلف المره دي ازاي في الحصول على براءه الاختراع دي؟ ولاي هو برضو اخذت وقت طويل. احنا مقدمين البراءه من 2019، اللي هو الاوراق يعني الرسميه مقدمينها 2019، حصلنا على البراءه 2023. وطبعا ده على اعتقد ان هو نظام طبيعي، لان هو في الاول لما انت بتقولي له انا عاوزه اخد براءه اختراع هو مش هيصدقك، يعني هو لازم الاول هيدور لازم يدور ويبحث هل فعلا ده حاجه جديده ولا مش حاجه جديده. فهم بيقعدوا حوالي سنه يشوفوا هل في حقيقي بحث اتنشر في النقطه دي، هل في حد تاني تقدم بنفس النوعيه دي من الشغل، يعني بيبحثوا في الحقيقه، هم بيبذلوا جهد يعني. ففعلا هو لازم بياخد وقت، وبعد كده بقى بتدخل في اوقات طويله جدا، يعني احنا تقريبا رحنا القاهره وجينا، وطبعا بمساعده اللي هم مكاتب براءه الاختراع اللي موجوده في الجمهوريه ساعدونا كتير، يعني جامعه اسكندريه احنا كانش عندنا في المعهد مكتب براءات اختراع، فاحنا رحنا لجامعه اسكندريه في الحقيقه هم ساعدونا كتير، على الاقل في السفر كانوا بياخدوا مننا الاوراق، والاوراق تقريبا كانت بتروح وتيجي كل 3 شهور، يقول لك لا مطلوب حاجه زياده، مطلوب تغيري الديزاين، مطلوب تحطي صوره جديده. مفهوم. اتفضل. طيب دكتوره، يعني بما ان هذا الاختراع مصري، لو الدوله المصريه استفادت منه من مكانك ده في معهد علوم البحار والمصايد، ترشحيه لوزاره الصحه فين؟ ترشحيه لوزارات عامله ازاي؟ ازاي نستفيد بيه في وحدات الغسيل الكلوي، في محطات تحليه الميه،
في ايه تاني ممكن نستفيد بيه يعني لو, لو 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 اتقفل علينا في مصر على هذا الاختراع نسوقه ازاي للحكومه المصريه؟ هو طبعا الموضوع ده مش بس مقتصر على وزارة الصحة، طبعا ان انا في مجال الصحة بالذات الممبرين او الغشاء اللي انت بتكونه ما بيقدروش يستخدموه بالسهولة زي ما حضرتك عارف، لان طبعا في حاجات كتير، لان ده هيبقى في جسم بني ادم او في مكنة معينة هتنقي دم مريض، فده بيعوز بروسس كتير عبال ما هم يقدروا يستخدموه، ولو اتجاهات اخرى يعني، لان مش شرط ان انا نجح معمليا ان هو ينجح في يعني عايز عدد تاني من الاختبارات مفهوم. طيب ممكن في محطات تعليق لكن احنا ممكن نعمله على فكره في المعامل اصلا، معامل الريسيرش ومعامل التحاليل، احنا بنحتاج اللي هو الغشاء ده، لان احنا في حاجات بنعوز ننقيها ما بنعرفش ننقيها، بنشتري السيلوز اسيتيت ده باج اسمها دياليسيس باج او وحدات اللي هي التنقيه، دي غاليه جدا يعني، انا عشان اجيبها في المعمل بجيبها ب 7000 جنيه او 8000 جنيه، بتبقى مثلا حوالي 6 متر يعني، 6 متر اللي انا بجيبهم بدفع عليهم حوالي 7 8 وده كان من قبل في الوقت اللي احنا الدوله رقم واحد في العالم في انتاج التمور، وعندنا اكبر اكبر مزارع في العالم، يعني عندنا وفره جدا من مخلفات اوراق النخيل الزراعيه. بالظبط كده حرام. صحيح. يا سعيد سعيد. طيب فكرة استخدام الابتكار أو الأبحاث بتاعت حضرتك دي دكتورة في المعامل بدل من استيرادها من الخارج، احنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، وعايزين نعرف المردود الاقتصادي كمان بتاعها. هو بصي حضرتك، احنا مثلا لما بنفصل مركبات بالذات المركبات اللي هي بتبقى بوليمر كبيرة او عديدة الحلقات متواصلة مع بعضها زي الألجينيت مثلا، ده بنعوز ننقي يعني نعوز ننظفه قبل ما نديه للناس او ان احنا نستخدمه في المعمل، فده طبعا احنا بنفصله برضو من اللي هو من الالجي، ولان هو مالوش سورس تاني غير اللي هو البراون الجي الطحالب البنيه، فده بتعوز انت تنقيه، انت عشان تنقي كميه قليله مثلا مثلا 1000 مللي سوليوشن محلول عندك عاوزه تنقيه، بتعوزي حوالي 6 متر او 10 متر من اللي هو الدياليسيس باج، دول بتجيبي انت المره الواحده ب 7 8000 جنيه وبتستخدميها مره واحده، واحيانا ما بتنفعش وبتضطري انك تشتري تاني، فطبعا ده في معامل اللي هي الريسيرش بتبقى مكلفه جدا بالنسبه للباحث، لكن انا لو عملته عندي لا مش هيكلف كل ده، انا مجرد ان انا بجيب اللي هو الويست وبطلع منه السليلوز، طبعا دي حاجات بسيطه ما بتستخدمش كيميكالز كتير، وبالذات لما احنا عملنا بالطريقه الجديده ما بقيناش نستخدم فيها كيماويات كتيره يعني، حتى احنا بنسميها فري سولفنت يعني تقريبا يعني ما بتحطش كميات سولفنت غير قليله جدا، فبالتالي العائد الاقتصادي بتاعها هيبقى عالي، يعني انت ممكن توفر للباحث فرص ان هو ياخد الدياليسيس باج دي باقل تكلفه، بدل ما يروح هو يستنى كمان عبال ما تجيله استيراد 3 4 شهور ويا جات يا ما جاتش، وبعد ما تيجي وتخلص يضطر يستورد تاني. لا طبعا أكيد. بكل التوفيق ليكي الدكتورة أماني الثقيلي، أستاذ دكتور بمعهد علوم البحار، شكرا جزيلا لوجودك معنا على التليفون. نرجع مرة تانية دكتور عادل أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصريات، بالتأكيد في أفكار تانية كتير غير الفكرة دي، يعني مخلفاتها موجودة في مصر زي جريد النخيل اللي أكيد عندنا كتير، وبنستوردها بالدولار المادة الخام، ومجرد حل بسيط ممكن يوفر على الدولة عملة صعبة في وقت الدولة فعلا محتاجة فيه العملة الصعبة. ادينا نماذج وادينا حاجات اتنفذت وحاجات لسه ما اتنفذتش. هو احنا لما حصلت الحرب الأوكرانية الروسية احنا عندنا الأعلاف اللي بتستخدم في مصر وخصوصا أعلاف الأسماك على أساس احنا علوم بحار، طبعا ده الأعلاف دي أكتر حاجة في الدنيا تأثرنا بيها، ارتفع سعرها، يعني لما أقول لحضرتك كان طن العلف اللي هو بيستخدم للسمك اللي هو بيسموه 25% بروتين كنا بنشتري 8000 جنيه 9000، قفز ل 30000 جنيه الطن. الطن لانه الذره الصفراء الفول الصويا بيجي من اوكرانيا وبالتالي ما فيش، وبالتالي الاسعار ارتفعت جدا. احنا ما عدناش سكتنا، دعمنا مجموعه مشروعات ازاي نعمل مواد خام مصريه قليله التكلفه. عظيم. بدانا ناخد الاعشاب البحريه، طحالب زي السبيرولينا وهكذا ومواد اخرى، وبدانا نصنع اعلاف دي اوريدي صنعناها. وصلتوا لايه؟ صنعنا الاعلاف. وصلت الفرق قد ايه التكلفه؟ يعني بيكلفنا حوالي 12000 جنيه من 12 ل 30000 جنيه. طبعا
دلوقتي الاسعار نزلت كمان لان الدولار لما نزل فالاسعار هديت شويه فالاسعار التكلفه قلت. احنا بدانا ندعم مزارعنا، احنا عندنا مزارع خاصه بينا كعلوم البحار، مزارع تطبيقيه، عندنا مزرعه في محطه اسمها الماكس، عندنا مزرعه في المطريه الدهليه، عندنا مزرعه في القناطر، عندنا مزرعه في السويس بتنتج انواع مختلفه من الاسماك، واحنا بنفرخ اسماكنا، احنا بنفرخ وننتج. وبالتالي كانت العمليه ان انا ازاي ان انا اعمل اعلاف بمنتج من عندي، انا عندي مصنع علف متخصص للابحاث وبمواد خام مصريه. المهم اتباع يا دكتور ولا ظل حبيس الادراج زي ما بيقول؟ إيه لا احنا ما وصلناش لسكيل تجاري، اللي احنا مصنعنا مش تجاري. لكن احنا اللي احنا الجديد برضو هنبدا ندخل ننتج اعلاف متخصصه. يعني كلمه متخصصه ده يعني ايه؟ يعني انا عندي في مرض معين في الاسماك، انا مش هقدر انافس القطاع الخاص ان انا انتج اعلاف بكميات كبيره. لكن انا اقدر انتج اعلاف متخصصه مرض معين، احط مواد معينه من المنتجات اللي احنا بنطلعها من الطحالب والاعشاب البحريه تقاوم لي المرض ده. وده عملناه مع مزرعه الفيروز اللي هي ايوه. بس ليه ما انتجش؟ يعني انا الاول فرحت جدا، بعد كده اصبت بخيبه امل. يعني في الوقت اللي الدوله فيه محتاجه فعلا توفر عمله صعبه، واحنا عندنا حل وما عملناهوش، ايه اللي وقف عائق؟ ما فيش عائق ولا حاجه، لكن احنا زي ما بقول لحضرتك هو المشكله دي حصلت السنه اللي فاتت، الارتفاع اللي حصل والحرب الاوكرانيه، بدانا نشتغل خلال السنه، فاحنا لسه منتجينه السنه دي. بدانا نطبقه عندنا في مزارعنا. يعني انا ما اقدرش اقول خد بيع بره وانتج بره لما اطبق عندي. هو اداني انتاج كويس جدا واداني رفع الانتاجيه بتاعه المزارع عندي، وبالتالي هنبدا نوصي بانتاجه او احنا ننتجه احنا من خلال شركتنا. هي دوره انتاجيه او سايكل كده لازم تمشي بالترتيب، يتم تطبيقها الاول والتاكد من نتائجها قبل طرحها للاسواق وقبل طرحها للشركات والقطاع الخاص. احنا مش بنتكلم في تنافس ما بين معاهد البحوث والشركات الخاصه، بنتكلم في تكامل، ان الشركات الخاصه بتحتاج نتائج مراكز البحوث ومعاهد البحوث لتطبيقها عندها تجاريا. كل شكر ليك الدكتور عادل علي احمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، نورتنا. شكرا لك. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا وصباح الخير يا مصر. خلينا نروح لموجز الاهم واخر الانباء بصحبه زميله نادينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك يا مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. جدد وزير الخارجيه سامح شكري التاكيد على ضروره وقف الاعتداءات الاسرائيليه ضد المدنيين بغزه وادخال المساعدات بصوره كامله ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الاسرائيليين في الضفه الغربيه. وحذر شكري خلال استقباله المقرره الامميه الخاصه المعنيه بحاله حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينيه المحتله فرانشيسكا البانيز، حذر من تداعيات الممارسات الإسرائيلية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف وتؤثر على استقرار منطقة ومقدرات شعوبها، مؤكدا مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية. استشهد وأصيب عددا من الفلسطينيين في اليوم 99% من العدوان على قطاع غزة، حيث طالت عمليات القصف الإسرائيلية مناطق متفرقة وسط وجنوب القطاع. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة بالتزامن مع استهداف غارة إسرائيلية المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوب القطاع. استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في غارة استهدفت مسجد التقوى في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيليين اثنين أصيب بجروح أثر عملية دهس في القدس الغربية المحتلة. ومن جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذي عملية الدهس بالقدس فر من مكان الحادث وأنها عثرت على سراح قرب مكان العملية وبدأت تمشيط المنطقة بحثا عنهما.
بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مع رئيس الأركان خطط واشنطن فرض عقوبات على كتيبة نساح يهودا. وأوضح جالانت أن أي محاولة للمس بوحدة بأكملها سيلقي بظلاله على المنظومة الأمنية وعلى الجيش الإسرائيلي. كما أعرب جالانت عن قلقه من أن تكون العقوبات الأمريكية المرتقبة بداية لخطوات مماثلة. ووفقا لتقارير وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، فإن الكتيبة نتساح يهودا قامت بالعديد من الانتهاكات بالضفة الغربية المحتلة بحق الفلسطينيين. تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف المدفعي على طول الحدود. وأوضح حزب الله أنه تم استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في منطقة المطلة، وتم تحقيق إصابات مباشرة. كما أعلن حزب الله أنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان. قال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز إن 5 صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا. وأفاد المصدر بأن طائرة أمريكية استهدفت منصة صواريخ في الأراضي العراقية والتي استخدمت لقصف القاعدة. قال حاكم منطقة سيفاستوبول المعين من قبل روسيا إن القوات الروسية صدت هجوما صاروخيا على إحدى سفنها في ميناء سيفاستوبول الواقع في شبه جزيرة القرم. وأضاف أن الشظايا المتساقطة تسببت في نشوب حريق صغير تم إخماده على الفور. وفي سياق آخر قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية سيطرت على قرية بوغدانوفكا في منطقة دونتسك شرق أوكرانيا. ختام موجز التاسعة فاصل، ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. النهارده يوم الأرض، وده حدث سنوي بيتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم في يوم 22 ابريل، وده لإظهار الدعم لحماية البيئة. بتنظم شبكة يوم الأرض فعاليات في أكثر من 193 دولة حول العالم. خلينا نتعرف على إيه هو يوم الأرض؟ يعني هو النهارده بنحتفل بيوم الكوكب بتاعنا. هل بنحتفل بيه إن إحنا بنثني عليه وبنقول إن إحنا يعني عندنا كوكب جميل، ولا بنوعي الناس باللي عملناه في هذا الكوكب خلال قرنين بس من الزمان؟ إزاي نتكلم عن اليوم ده ونعمل توعية لكل المجتمعات؟ إزاي نتكلم عن حماية المحميات الطبيعية اللي في مصر وفي العالم؟ ضيفنا النهاردة دكتور البيالي حطب، وهو مدير عام اقتصاديات المحميات والتنوع البيولوجي في وزارة البيئة. منورنا النهاردة في استوديو صباح الخير مصر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. في يوم الأرض، في يوم الكوكب بتاعنا، كل سنة وحضرتك طيب، ده يوم أممي العالم كله بيحتفل بيه. إحنا في مصر مفروض نعمل إيه في هذا اليوم علشان نوعي الناس بأهمية ما يحدث في العالم من تغيرات مناخية؟ أولا صباح الخير على أهل مصر جميعا. حضرتك، إحنا لو هنقول إيه هو يوم الأرض وإيه فكرته وإيه يعني أسبابه وآليات التعامل معه، يعني فيوم الأرض زي يعني استكمال اللي حضراتكم قلتوه، هو اليوم اللي يعني إحنا مفروض نكون فاكرين الأرض كل يوم، ولكن صعب إن إحنا نقوم بتذكير الناس كل يوم. فاحنا يعني اختار العالم كله اللي هو يوم 22 ابريل ان هو يكون يوم الارض، اللي هو بيستغل هذا اليوم. هو بيبقى مش يوم واحد، ولكن هو لمده اسبوع بيتم تنفيذ فيه فعاليات لتوعيه الجمهور ب يعني اهم القضايا المطروحه على الساحه حاليا واللي تمس حياه الانسان. لان الارض هي في الاصل هي يعني هي مصدر الحياه، هي يعني هي اللي بتحوي يعني الانسان عايش على الارض، يعني حوالي 8 مليار انسان عايشين على الارض، وتريليونات من الكائنات الحيه نباتيه وحيوانيه وحشرات وبكتيريا وفطريات، يعني هو اقوام يعني. فالارض هي العائل اللي بيحوي واللي بيامن المعيشه وبيضمن استدامه واستمرار الحياه لكل الكائنات دي.
فيعني لو احنا ما حافظناش عليه هيبقى المسار الاجباري لنا هو الضرر. لان احنا مثلا نسمع كتير يقول لك ان الكائن ده تاثر، ان الكائن ده اندثر. لا، حقيقه الامر الكائن مش اندثر، لا، البيئه والوسط الصالح لبقائه هو اللي انتهى. صحيح. فبناء عليه هو انتهى. فاحنا ما نامله وما يدعو له العالم ان احنا ما يوصلش لفتره ما ان الـ ان الـ يعني يبدا تاثير على الكائنات البشريه والكائنات الحية، ويوصل للانسان ان احنا ان احنا للفناء يعني. لان هي صحه البيئه اللي هي صحه الارض، لان الارض هي اللي فيها، هي مصدر الاكل، مصدر اللبس، مصدر الحياه، مصدر التداوي، مصدر لكل شيء هو بيطلع من الارض عموما. ده حقيقي. فهي دي الفكره، ان احنا ديت الاليات اللي يعني اللي بيعملوا بها ايه. طبعا هو في قضايا كتيره مطروحه، قضايا التلوث، قضايا تغير المناخ، قضايا انتشار بعض الفيروس، هي قضايا كتيره مطروحه. ولكن هم بيستخدموا كل سنه يعني كشعار، شعار بيبقى الشعار ده مش اكثر اهميه من القضايا الاخرى. ولكن مثلا السنه دي شعار الحد من استهلاك البلاستيك اللي هو الاحادي الاستخدام يعني. لانه يعني حجم الضرر اللي ناتج عنه كبير جدا. لا، هي كل القضايا هامه، ولكن كل سنه بيكون في شعار ومع وفي نفس الوقت بيتم التركيز على قضيه واحده من القضايا هي اللي بيتم طرحها اكثر. اعلاميا يعني. اعلاميا لكن هو طبعا بيستغل اليوم للتوعيه بصحه الانسان كامل. لان يعني اصبح حقيقه واضحه ان يعني لو حصل خلل في منطقه مش يعني البيئه، حقيقه الامر ان العالم كله وان يونت يعني واحده طبعا. بدليل مثلا اللي حصل في كورونا، ما فيش بقعه على وجه الكره الارضيه والبحار، السفن اللي ماشيه في البحار، في ناس يعني حصل لها العدوى رغم ان هي مش محتكه بمناطق ارضيه. كانوا في عزل اجباري يعني. فهل هنا ده يقول ان احنا كل دوله هتشتغل لوحدها؟ لا. فهنا العالم يعني ايقن ان اي حاجه بتحصل، خلل بيحصل في الطبيعه في مكان ما، فهو يعني بالمؤكد ان هو هيمتد لدول. اذا لم يمتد على مسطح الكره الارضيه كلها، لا، هيأثر على دول، على الاقل الدول المحيطه. فهنا بنقول ان حمايه البيئه والحفاظ عليها هي طبعا مش مسؤوليه الدول لوحدها، هي مسؤوليه الافراد. لان يعني احنا عندنا بالفعل احصاءات بتقول ان في اكتر من مليون نوع تعرضوا للانقراض من المخلوقات، فده بيؤثر بشكل كبير. والله اكتر من كده بكتير يعني، اكتر من مليون. لسه هسال فعلا الرقم ده رقم واقعي؟ انا كنت حاسه انه مبالغ فيه. لا والله هو بصراحه مش واقعي، لان هو اكبر من كده بكتير يعني. الكائنات اللي اتاثرت، عاوز اقول لحضرتك الحاجه، هي حوالي 40% من سطح الكره الارضيه، من سطح الارض يعني، معرض ل يعني عليه تاثيرات وعليه ضغوط. فبالطبع الكائنات اللي محتكه من مساحه ال 40% ده عليها برضه لها تاثيرات، بما فيها بقى الكائنات اللي يعني الانسان قد يكون عنده القدره ان هو ينتقل، يقدر يعني يشوف بدائل لاماكن اخرى. ولكن في كائنات هي خلاص محدوديه استمرارها فهو المكان ده. فاحنا فيعني يعني الاعداد بالظبط تحديدا يعني قد تكون اكبر من كده بكتير. ابرزها ايه يا دكتور؟ نعم، ابرزها ايه؟ يعني بنتكلم في مليون صنف من العالم اختفى. لا مش ابرزهم إيه؟ لا، في بعض النباتات اختفت، في بعض الحيوانات بدات ما عادش تكون موجوده، في بعض الحشرات. عاوز اقول لحضرتك الحاجه، كل كائن طبعا ليه وظيفه، ربنا خلقه مفهوم يعني الكلام. يعني اعظم 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 قيمه لل هي دوره حياتيه، ده بيأثر على ده بيأثر على ده. اعظم قيمه للكائن هو وجوده في الكون، لان احنا اللي خلقه ربنا يعني، فخلقه بقدر. وهي منظومه يعني، وجود خلل في كائن بيأثر على كائنات اخرى، لان زي ما انت حضرتك بتقول انها هي سلسله مترابطه ببعضها بالكامل. طب ايه ابرز كائن اثر اختفائه على يعني دوره كامله من دورات الحياه مثلا؟ هو يعني في بعض الكائنات اللي تاثرت لفتره زمنيه، مثلا لو احنا جينا نقول مثلا زي بوردان، تاثر في فتره من الزمن يعني، طائر ابو بوردان ده في فتره من فترات الزمنيه بسبب استخدام المبيدات تأثر، فده كان ليه تأثير مباشر سلبي على طبعا سلبي على الزراعات، لأنه هو طبعا أحد
الكائنات اللي بتقوم بتطهير الارض من بعض الحشرات او بعض الكائنات اللي هي لها يعني تاثير على الزراعه. احنا اصطدنا كتير فالاراضي الزراعيه تضررت. لا اصطدناها يعني واستخدام المبيدات، يعني اصلا كانت فكره يعني الفكره اللي كان باعث اكبر لفكره يوم الارض هي كانت من سنه 62، يعني كان كتاب اسمه يعني في مؤلفه امريكيه كانت الفت الكتاب يعني في سنه 62 بيقول بتحذر الناس من فرط استخدام المبيدات، يعني ورغم ان كان في الفتره ديت ما كانش استخدام المبيدات بالشكل اللي هو يعني مقارنه باللي احنا فيه، لان استخدام المبيدات ما هو بينعكس، ما هو بيلوث التربه بيلوث بس الوعي ده ما كانش موجود، بالعكس كان المزروعات اللي مرشوشه مبيدات ده كانت الناس بتقبل عليها لانها بتبقى واثقه انها ما فيهاش افات. ما كانش لسه في مرحله الوعي ان دي مركبات كيميائيه ضاره بتدخل جسم الانسان وبتترسب في الخلايا. يعني ما هي حضرتك هي اللي هو الموضوع يعني العلم اكتشاف، يعني طب. يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم على يعني اكتشف هو يعني تم اكتشاف المبيدات او تصنيعها واستخدامها، ما كانش فيه البعد الاخر اللي هو السايد افكت لها ايه؟ ايه التاثير السلبي؟ التاثيرات العرضيه اللي هي ممكن التاثير الجانبي اللي هي ممكن تستخدمه؟ وهل استخدمها لحد ايه؟ لان كان في الاول في فرط في استخدام بعض المبيدات، فطبعا لما ظهر يعني كل شيء بيظهر له السايد افكت بتاعه فبيبدا يتخذ الاجراءات اللي هي تعديل فيه او الحد منه، لان يعني طبعا في ادويه كتيره كانت موجوده واتمنعت لان اثبت لاحقا ان هي لها اضرار. فهو العلم العلم في تحديث مستمر تراكمي كمان، يعني كل حاجه يعني بنكتشف ما بعدها لما بنقف تماما عند النقطه اللي واقفين عندها ونتامل اللي بنوصله. احنا عندنا في مصر محميات طبيعيه كتير، يمكن 30 محميه طبيعيه، وده مش هنبقى بنبالغ لو قلنا وصلنا انه ممكن يصل لثلث مساحه مصر. لا هو اقل من ثلث مساحه مصر بكتير، يعني احنا اقل من ثلث مساحه مصر، ولكن هو يعني احنا هي مصر طبعا فيها ميزه ان احنا من يعني تعتبر من اوائل الدول العربيه واوائل الدول في الشرق الاوسط اللي قامت باعلان المحميات، لان المحميات دي احد اهم الادوات لصون التنوع البيولوجي وصون اجزاء من الارض، لان طبعا يعني صعب ان كل الدول تحط قيود على او تحط يعني اجراءات مشدده لاستخدام مساحات من الارض، لان هو عباره عن ايه؟ ان انت يعني المحميه ده عباره عن ايه؟ ان مساحه محدده بيتم تنفيذ عليها قانون مش بيمنع الاستخدام، ولكن بالاستخدام بالشكل المستدام، لان يعني هو المطلوب في العالم كله او فكره يعني الفكره اللي العالم كله بيسعى لها الوقت حاليا هي ايه؟ هي الاستدامه. الاستدامه بكل انواعها بقى، يعني الاستدامه يعني هم بيسموها التنميه المستدامه، لكن لا هو استدامه في كل حاجه. يعني طب المحميات اللي عندنا دي هل فعلا بتساهم في حفظ التوازن البيئي؟ خلينا نسال السؤال بشكل ثاني، الى اي مدى بتسهم؟ يعني وصلت لايه وممكن نطور التوازن البيئي اللي فيها ده اكتر ازاي؟ هي حضرتك طبعا المحميات بشكل عام احد الادوات الهامه جدا. لان زي ما انتم حضراتكم شايفين التنميه في كل مكان، يعني المكان اللي احنا فيه ده كان في وقت ما كان المبنى ده كان مكانه مكان طبيعي، كان مكانه ارض طبيعيه بيعيش فيها ارض زراعيه او ارض صحراويه بيعيش فيها كائنات، فاصبح التنميه مطلب لان العدد بيزيد في واقامه مصانع، اقامه ملاعب، اقامه حياه، يعني مستلزمات الحياه اصبحت ضروره، فاصبح ان انت يعني لو ما عملتش اماكن يعني يتحط فيها قيود للفكره، يعني زي ايه بنحفظ زي ايه يعني بنحفظ ايه فيما يتعلق بالنباتات الحيوانات الاسماك ما انا هقول لحضرتك الموضوع. فاصبح الوقت العالم كله اجمع ان لابد ان يكون يعني يرجح او يفضل ان يكون حوالي 30% من مساحه من المساحات الارضيه لكل دوله، طبعا كان الاول بادئين ب 10% ثم 15 ثم 20 ثم 30% من كل دوله تكون محميات طبيعيه، ويعني 30% من مساحه الدوله تكون محميات طبيعيه، و 15% من المساحه البحريه يعني يكون منها 15% من المساحات من البحار. ليه ده؟ لان المحميات ده حضرتك اماكن بيكون فيها التنميه بشكل بيراعي البعد البيئي،
بيتحط فيها كود يعني مش هيتبنى فيها العمارات بالشكل ده، او استخدامك لطبيعه الارض او استخدامك للموارد اللي فيها لا يؤدي الى فناء المورد، لا يؤدي الى تغيير طبيعه المورد، لا انت حضرتك بتستخدمه بشكل يعني بنسموها اللي هو الجني بجهد مستدام. احنا بنستخدم بما يضمن استدامه المورد، لان احنا بنبص يعني للارث، ده ارث يعني ارث يعني هي سلفه من الاحفاد وليس ارث مفهوم بنحافظ عليه. ولكن احنا هنا طبعا لو احنا جينا نبص هنلاقي ان معظم النباتات المسجله اللي هو السجل الوطني للنباتات المصريه موجود ومسجل في نطاق المحميات الطبيعيه يعني ابرزها ابرزها مثلا زي مثلا لو جينا نقول مثلا ان النباتات المتوطنه في مصر، المتوطن ده اللي هو النباتات اللي مش موجوده في اي مكان في العالم. فمثلا لو جينا نقول سانت كاترين لوحدها مصر فيها 61 نوع نباتي متوطن. متوطن يعني مش موجود في اي مكان في على وجه الكره الارضيه غير في مصر. بل هو بقى مش في مصر بس، ده في سينا. لا مش في سينا بس، ده في سانت كاترين. في مدينه سانت كاترين بقى في والمناطق المحيطه بيها. فيهم 19 نوع من النباتات المتوطنه في مصر. فده بيبين لك مدى اهميه انواعهم ايه؟ بتستخدم في ايه؟ طبعا هو حضرتك بنساهم في انتشارها والمحافظه عليها ازاي؟ هل بيتم زراعها في صوبات مثلا للحفاظ عليها ولا هي بتنمو طبيعيا في هذا المكان؟ لا هي حضرتك هو احنا في بعض النباتات اللي منها اللي تم استزراعها في اماكنها اللي هو اللي هي فكره الريستوريشن، اللي هي فكره الاصحاح البيئي. ان في لان طبعا حته نبات انديميك او اللي هو النبات المتوطن ده معنى ذلك انه مهدد للانقراض. ليه بقى؟ لان اصبحت بيئته محدوده حتى لو مغطي سطح البلد كلها. يعني حتى لو هو مغطي سطح البلد بالكامل فهو اصبح بيقول للعالم يعني باي باي، انا هنا دي اخر مكان ليا واخر ديستريشن انا موجود فيها، ما بالك بقى هو بقى موجود في مكان محدد. فاحنا طبعا بنعمل برامج للرصد، ان احنا بنعمل الرصد الدوري ليه عشان نشوف لو في اي مؤثرات. لان هو الحمايه اسس الحمايه ايه؟ ان انا بقيم الحاله، بقيم الحاله منين؟ من خلال الرصد. طب لو في مؤثرات اول حاجه ايه؟ بنرفع الضغوط. لو في مثلا زي ان احنا مثلا بنعمل تنظيم للرعي، ان احنا ما نقدرش نمنع الرعي، بس بنعمل حاجه اسمها التبادل، يعني اماكن في فتره الاسمار فتره الازهار والاسمار للنبات ده اللي احنا عارفين ان هو بيتاثر، فبالاتفاق مع المجتمعات المحليه ان احنا بنقول لا ده ونوقف الرعي هنا بحيث ان احنا نضمن ان البذور تنمو بشكل كامل وتنضج نضج كامل وتقع على الارض، بحيث ان احنا نحافظ على التوازن المخزون البيئي، المخزون اللي هو الاستراتيجي للبذره اللي بيسموها السول سيد بانك، اللي هو اللي بيضمن استدامه النبات ده مع السيول. يعني حضرتك عايز تقول لي ان المحميات دي لا تتاثر؟ يعني النهارده كلنا عارفين ان الدنيا كانت بتمطر بشكل معين، بقت اكثر غزاره في الامطار، او انها كانت حر بشكل معين فاصبحت اكثر جفافا في الصيف، المحميات ما بتتاثرش بالكلام ده؟ الكون كله بيتاثر. طيب. بس حضرتك ايه فايده المحميات هنا بقى؟ حضرتك ايه اسباب يعني ايه اكبر اسباب لظاهرة تغير المناخ؟ هي الاجراءات، هي الانشطه اللي البشر بيقوموا بيها. هل الانشطه دي بتتم في كل مكان؟ لا، اعتقد لها اماكن محدده. يعني مثلا الانشطه والتقطيع الجائر، ومثلا ممكن يتم مثلا يعني تطهير مكان لبناء مثلا تجمع سكن كبير، ده ما بيحصلش في المحميات. فالمحميات احد الادوات اللي بتصون الطبيعه كلها، اللي ولذلك هي حتى بيسموها يعني صون الطبيعه، مش صون المحميات، لا هي صون الطبيعه، لان بتحفظ انت بتضمن من ضمن اجراءاتك اللي انت بتعملها عدم التاثير وعدم تدمير اي موئل ايا كان. فكلما زادت مساحه، يعني مثلا زي فرنسا حوالي 60% من مساحتها محميات. محميات يعني ايه؟ بتسمح بنشاط بس وفق اجراءات محدده، وفق قيود معينه، وفق اجراءات تضمن ان المورد ده يفضل، ان هتستفيد بالعمر كله، مش هتستفيد بيه سنه وبعد 10 سنين ولا 20 سنه ولا 50 سنه المورد ده مش هيكون موجود. اما ان التغير المناخ، فتغير المناخ ده هو في الاصل يعني سيركل، يعني في الاصل هو ظاهره، ولكن بيحصل لها اصراع بسبب الاجراءات اللي احنا والانشطه اللي العالم بيقوم بيها. ولذلك دي فكره يوم الارض، فكره يوم الارض اللي هو الحد من الانشطه واتخاذ التدابير اللي تحد من تلوث الجو بشكل عام وتلوث التربه بشكل عام، للحد من الظواهر اللي منها تغير المناخ.
أكيد. معلومات كنا محتاجين نعرف جدا، احنا عندنا حاجات بنتميز بيها في مصر وكنا محتاجين نعرف أماكن المحميات دي. كل الشكر ليك الأستاذ البيالي حطب مدير عام اقتصاديات المحميات والتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، نورتنا، شكرا لكم. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا المرتبطة أيضا بالاحتفال الأممي العالمي بيوم الأرض، خليكم معنا. المظهر المثالي حلم كتير من الناس، ويمكن ده اللي خلى البعض يلجأ في بعض الأحيان لوصفات كده طبيعية، والبعض التاني بيلجأ لمستحضرات تجميلية بعضها مثبت وبعضها بتمشي كده بوصفات الناس بتخترعها أو بتقولها من خلاصة خبرتها أو بتروج لبعض المنتجات. في ناس بتروح لمراكز تستخدم مركبات مثلا فرد للشعر، تفتيح بشرة، وشم للحواجب، تاتو، مايكروبليدنج، وانواع مختلفه من المسميات اللي بقت موجوده واللي بعضها ممكن يكون بيمثل خطر وممكن تتسبب في مشكله دائمه ما لم تكن المواد دي ابروفد او يتم الاتفاق على نوعها ومتاكد من صلاحيتها وكمان درجه المهاره للاشخاص اللي بيستخدموها. الإحصائيات بتقول إن بعد سن الأربعين أكتر من 30% من السيدات بيلجأ لتغيير مظهره أو الاهتمام به، والدخول في دائرة قد تبدأ ولا تنتهي من عمليات التجميل. الناس كلها بتتكلم في إن عمليات التجميل لو عملت واحدة استحالة ما تكملش، إن هي دائرة متصلة، و10% فقط من الرجال. خلينا نعرف أهم هذه الممارسات اللي بتحصل، ضررها ايه على الجلد وعلى الصحه العامه. ضيفنا النهارده دكتور ماهر محمود استشاري الامراض الجلديه والتجميل، منورنا في استوديو صباح الخير مصر. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. قول لنا يا دكتور، هناك العديد من المراكز للاسف الشديد هنحط كده بين قوسين غير المرخصه للأسف. اللي بتشتغل وما بقتش للاسف تحت بير السلم، بتبقى وجهات في شوارع رئيسيه واعلانات مموله على السوشيال ميديا، وبتعمل حاجات بتؤدي لضرر كبير. بنشوفها في إزالة الحواجب ووضع تاتو، في حاجات بقى ليها علاقة بالتجميل بالبشرة وخلافه. أبرز هذه الحاجات وأبرز الأضرار. طيب لو حبينا نتكلم الأول، بس أهم حاجة ساعتها قلت بيروحهم للمراكز دي عن طريق السوشيال ميديا وبيعتبر إن الكلام اللي بيتقال ده إن هو كلام حقيقي، وده إعلان، حد بيعمل إعلان عن نفسه بيقول لك هنعمل كذا والنتائج ممتازة، تعال نعمل فرد للشعر، تعال نعمل بروتين، تعال نعمل كيراتين، وده بيسموه في اعلانهم ان ده معالج للشعر. تيجي المراه تقول لي انا عملت علاج للشعر يا دكتور وعمل لي المشكله الفوقانيه. هو ما هو اسمه هوش علاج، هو البروتين والكيراتين بتاع زمان، ولكن كل ما بتسوق سمعه حاجه معينه بغيروا اسمها. يعني كان الاول بيقول لك بروتين للشعر، بعد كده قال لك كيراتين، بعد كده قال لك كافيار، بعد كده سموه فيلر، سموه بوتوكس، سموه اورجان، سموه جلسات ترميم او جلسات علاجيه للشعر. كل ده حاجه واحده. كان هدفهم ان هم يحصلوا على شعر ناعم، شعر مفرود، ولكن ده له مشاكل كتير جدا. اولها ان يعني احنا عارفين ان الشعره نفسها فاضيه من جوه، عامله زي الشاليمون فاضيه من جوه كده، فلما بيحطوا الماده اللي هي البروتين دي او الكيراتين عليها فبتدخل جوه الشعرايه وبتحاوط الشعرايه من بره. اصبحت الشعرايه جواها بروتين قفل على البصيله نفسها، ودي مسام نوع من انواع المسام، ودي مسام نوع من انواع المسام، وحوط الشعرايه من بره كمان، فبقت الشعرايه تقيله جدا، ربنا ما خلقهاش بالتقل ده، فكان حد بيشد الشعرايه، فبيبدا يحصل موضوع التساقط. البروتين ده لو اتحط على الشعر من غير ماده حافظه زي الفورمالين هتبقى ريحته وحشه جدا، زي ما اسيب لحم مثلا ايه على الرخامه يومين ثلاثه هتعفن، فلازم يحطوا عليه ماده الفورمالين. ماده الفورمالين دي لها اضرار كتير جدا، غير طبعا انها بتعمل نوع من انواع الحساسيه سواء في العين او سواء على الجلد بشكل مباشر، او بتعتبر ماده مسرطنه. ده عشان يطولوا بمده الايه؟ البروتين ده. علشان يثبت البروتين ده على الشعرايه لازم يفضل رايح جاي على الشعرايه بالحراره والبي بي ليس والحاجات دي 15 مرات بحيث يوصل 500 درجه مئويه. تخيل ان شعر دخل في 500 درجه مئويه اتحرق تقريبا، امال ايه اللي بيطلع شكله جميل وناعم قدامنا ده؟ ده البروتين بيستمر تقريبا من 3 الى 6 شهور.
وبعدها بيحصل ان الشعر بيبدا يحصل فيه تلف تموج بيحصل فيه تلف بيبدا يحصل تساقط شعر بتقطع في ايدينا. بنقعد نعالج في مره البروتين الواحده تقريبا 4 أو 5 سنين عشان نحصل على شعر جديد تاني خلص من ايه من تاثير البروتين. ليه يا دكتور البصيله ما بيكونش في حاجه حصلت لها بالظبط؟ فخلينا نعرف ليه يعني، ولا مده طول الشعر على ما نتخلص من الجزء المتضرر هو اللي بياخد الفتره. الشعر نفسها بتمر في حياتها بتاعت مراحل النمو. المرحله الاولى بسموها اناجين فيز، دي بتقعد تقريبا 6 سنين عند بعض الناس، تقعد تطول سنتي ونص كل شهر لمده 6 سنين. فيقعد تطول تطول ويتقصر لحد ما نخلص من الجزء اللي ايه اللي اثر عليه البروتين ده. كان البروتين او بيسموه دلوقتي ترميم او جلسات علاجيه، وده خطر شديد جدا. في حاجات تانية زي ما سعادتك قلت، موضوع التاتو او موضوع الوشم سواء اتعمل على الحوار. لا لا احنا ايه اللي هيودينا هناك؟ احنا لسه في مرحله خلص الشعر الشعر والبشره. طيب واحده واحده علينا. طيب الناس لما بتيجي تلجا لهذه الاشياء بتبقى كل هدفها انها يا اما تطول شعرها وتتقله يا اما يزداد نعومه. طيب التصالح مع نوع وفتله الشعره اعتقد ده بيفرق كتير جدا مع نفسيه المراه ونفسيه الرجل او نفسيه الاطفال. طيب. اللي قد تلجا لهذا الموضوع. هل فعلا في حاجات ممكن تساعد خارجيا على ان الشعر يبقى اكثف ويبقى اطول ويبقى افضل، ولا الموضوع كله بيخضع ليه محتاج انواع من التحاليل الدم لمعرفه اذا في مشكله في الدم او في مشكله انيميا او تساقط وراثي او ايا كان؟ تمام، احنا عارفين ان الشعرايه بتطلع زي ما حضرتك قلت من شويه، بتطلع من حاجه اسمها بصيله الشعر. هذه البصيله بتتغذى بالدم من الجسم. لو في مشكله في الجسم ده بيقول ان في مشكله فين؟ في الشعر نفسه. نعم. في 6 أسباب تقريبا بتسببهم في ان الشعر يبقى طولها بيقل، بيحصل تساقط، الشعرايه هايشه، الشعرايه ضعفانه. رقم واحد فيهم الاكل. كل الناس اللي عندها مشاكل في الاكل عندها مشاكل في الشعر. لذلك الناس اللي بتعمل دايت بشكل قاسي او الناس اللي عملت عمليات تكميم او عمليات تحويل مسار اثرت على امتصاصهم للاكل، كل الناس دي عندها مشاكل فقدان عناصر غذائيه معينه يعني. بالظبط. زي ايه؟ زي الخضار، زي الفاكهه، زي البروتين. البروتين اللحوم، الفراخ، البيض، الالبان، البروتين النباتي، دول مهمين جدا جدا لتغذيه الشعر. تاني سبب رئيسي بيأثر على الشعر التوتر، وساعات بيحطوه رقم واحد. يجي حد يدخل في مود توتر كده يحصل معاه تساقط شديد للشعر، فلازم نهتم بالنقطه دي قوي. في بعض الفيتامينز مهمه جدا للشعر على راسها فيتامين دي وفيتامين بي. فيتامين بي لو ناقص بتعوض عن طريق الاكل، فيتامين دي لو ناقص لازم نعوضه عن طريق ان احنا بناخده من بره وبنتعرض للشمس في اليوم على الاقل ربع ساعه. وحتى لما بينقص وبنعوضه بادويه بعد شويتين بيرجع ينقص تاني، فدايما عيننا على فيتامين دي. الناس اللي عندهم مشاكل في الهرمونات او اختلال في الدوره الشهريه دول برضو بيكون عندهم مشاكل في الشعر فلازم تتصلح. مشاكل الغده الدرقيه سواء بالزياده او بالنقصان ده برضو بيأثر على الشعر. فمهم جدا اعوض الحاجات دي، اتاكد ان مفيش انيميا، اتاكد ان مفيش نقص حديد، اتاكد ان مفيش نقص مخزون حديد، اتاكد ان مفيش كريم سحري هيدبت الشعر ويطلعه وينعمه ويلونه. مش حل سحري لازم، كل حد ربنا خلقه له طبيعه. الشعر اللي هو الناعم او المفرود ده بيكون عنده روابط كبريتيه اقل شويه من الشخص اللي عنده شعر مجعد. كريمات الفرد بتعمل ايه؟ بتكسر الروابط الكبريتيه، كسرنا جزء من بروتين الشعرايه. على المدى الطويل مش هنلاقي الشعر ده. صحيح. الواحد فعلا يتصالح مع طبيعه شعره. في موضه ملعونه طلعت عند الستات ان هم يحلقوا حواجبهم خالص ويجيبوا حاجه كده في سمك شنب الراجل يحطوها كده تاتو. ايوه. بتظهر بشكل قبيح جدا وللاسف بقت موضه منتشره بشكل يا دكتور. انا مش مصدق ازاي حد يبقى ربنا مديله حواجب طبيعيه وتتشال باكملها ويتحط مكانها رسمه، وهذه الرسمه تفضل تجددها مره في الثانيه في الثالثه. ده بالتاكيد ليه ضرر على العين، على الحاجب، على الراس، يعني المنطقه دي كيف تتاثر سلبا بهذا الامر؟ طيب يمكن ده اهون شويه من موضوع اللي كان بيحصل زمان، ان هم كانوا بيعملوا تاتو للحواجب، كانوا بيشيلوا الحواجب بشكل كامل وبيعمل مكانها
تاتو او دق وشم. الوشم الوشم ده مشاكله كانت كتير جدا 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 على راسها، ان عشان يحصل الوشم لازم في ابره معينه كده تخش في الجلد تدخل تزرع في الجلد نوع من انواع الحبر وتدخل الحبر ده في الطبقه العميقه من الجلد. ده بيأثر طبعا على العين جدا. رقم واحد الابره اللي داخله دي ممكن تكون ملوثه، لكنها ممكن تنقل امراض زي التهاب الكبد الوبائي او لا قدر الله مرض نقص المناعه. ولو ما اتنقلتش عن طريق الابره في انواع من البكتيريا بتنتقل عن طريق الايه؟ عن طريق النوع ده من الحبر اللي بيدخل. لدرجه ان منظمات الصحه العالميه او منعت الناس اللي هم عاملين تاتو من التبرع بالدم لفتره مش اقل من 6 شهور، وبعضهم منع خالص اللي عملوا موشم. وبعض الشركات العالميه لما بتيجي توظف حد بتقعد معاه وتبص على جسمه وتشوف لو في تاتو تقريبا بيمنعوه ان هو عشان دمه ملوث يدخل في الوظيفه قد يكون حامل قد لكن يكون. مش يعني خلينا ما نعملهاش يا مصطفى لان الموضوع رقم اتنين. شديد الانتشار ده حقيقي. رقم 2 من الاثار الجانبيه دخول الابره دي جوه الجلد. الجلد بعد كده بيبدا يتفاعل ضد الجرح الصغنن اللي حصل ده، فممكن يعمل زي ندبات كيلويدز او انواع معينة. انا كان عندي حاله لسه كان عندها كيلويد عميق جدا في منطقه الحواجب. ساعات بيحصل رد فعل متاخر، مش لازم يحصل دلوقتي، ممكن يحصل بعد 3 اسابيع او بعد 20 سنه يحصل في المكان ده، وتيجي تقول لك انا كنت عامله تاتو او عامله وشم زمان. دايما بقول الوشم او التاتو بيتعمل بالظبط في 3 دقائق وبياخد 3 سنين عشان يتشال. بنقعد نشيله تقريبا في 10 او 12 جلسه، بتبقى مؤلمه جدا مكلفه جدا. ودايما بنصح لو حد عاوز يعمل تجميل يلجا للتجميل غير الدائم. التجميل الدائم ده كان موضه زمان، دلوقتي مش موضه، كلهم بيحاولوا يشيلوه ويعملوا زي ما سعادتك قلت اللي هو المايكرو بليدنج، اللي هم يبداوا يرسموا شكل الحواجب. يمكن ده ضرره او خطره اقل شويه لانه ما بيخترقش الجلد. ده اهون شويه من لان مفيش ابره بتخش جوه، مفيش ابره دخلت ولكن ممكن العدوى تنتقل عن طريق البكتيريا، او يحصل نتيجه الحبل اللي بيتعمل بيه ده يعمل نوع من انواع حاجه اسمها الحساسيه التلامسيه، وتورم للعين وتعمل لي ساعات التهاب في الوجه. طيب يبقى خلينا نقول ان الاقل ضررا في كل البحث عن رحله البحث عن الجمال والكمال اللي بيلجا لها الانسان بصفه عامه مش للسيدات فقط هو التجميل غير الدائم السطحي اللي بنتكلم فيه، المؤكد نتائجه من خلال ابحاث او من خلال حاجات تكون موافق عليها من قبل منظمات الصحه المختلفه يا دكتور، لان الموضوع برضو مش هين ومش بالرعب برضو لمصطفى قد ما قلنا عشان حاسه انه مرعب. لا التاتو بالنسبه يعني هو كان بيحذر من التاتو لانه خطر شديد كبير طبعا. التاتو فعلا خطر طبعا. اكيد السيدات في بعضهم وبعض مختلف الشابات بتبقى حابه انها تلجا لانواع من انواع التوريد، سواء بقى في اماكن مختلفه، سواء في الخدود او في الشفاه او في غيرها. حضرتك شايف ان ده برضو باستخدام انواع من الاحبار الجيده في اماكن جيده السمعه، هل ده وارد ولا خلينا نلجا للحذر احسن؟ طيب في بعض الناس اتخدعوا لان اتقال لهم هنعمل لكم حاجه زي توريد للخدود او توريد للشفايف، وده طلع في الاخر هو نوع من انواع التاتو. هو زمان كانوا بيستعملوا ابر شكلها سيء جدا وشكلها مكشوف قوي، ان هو يحط الماده ويقعد يعمل بالابر كده. دلوقتي في حاجات شكلها شيك قوي تبدو انها كانها قلم او تبدو انها تعمل نوع من انواع المساج الخفيف، ولكن هي في الاخر بيطلع منها ابر بتدخل في الجلد. يعني نفس الماده هي مش شايفاها، وهي نفس الماده بس ما بيحطش حاجه تقيله قوي. دول برضو هما بالظبط عملوا وشم وبياخد معهم وقت كتير في الازاله. عاد عايز اقول لك الاخطر مش بيعمل في الخدود بس او في الشفايف بس، تفضل يعني اسيله لون معين هي مش حباه وغير شكل شفايفها وضايقها، لا ده بيجوا كمان يعملوه في العين. يعني بتيجي مرضى في العياده للاسف كنوع من تكحيل العين كنوع من الايضا بيجوا عينها عاوزين يشيلوه، بيبقى يعني لازم دكتور طبعا متخصص وجهاز معين، وبتبقى الموضوع مؤذي جدا. فده برضه نوع من انواع الايه التاتو او الوشم اللي لازم نبعد عنه. الناس دول اللي عاملين وشم دول ساعه ما بيدخلهم يعملوا
رنين مغناطيسي او اشعه مقطعيه جسمهم بيتاثر جدا بنوع الاشعاع لانه بيمتص زياده. لو حب تروح تعمل ازاله شعر بالليزر برضه في اماكن فيها في الاماكن اللي فاتت تو، انتوا عارفين ان اصلا الليزر ده بيستهدف اللون. نعم. زي ما بيستهدف لون الشعرايه بيستهدف كمان لون التاتو، فيعمل تفاعل بيعمل حساسيه فبيعمل مشاكل كتير جدا، وده من التجميل الدائم اللي احنا قلنا من شويه مش عايزين يكون في تجميل دائم. الرضا عن الشكل ده واحد من الحاجات المهمه جدا، ما حدش هيوصل للشكل الكامل تماما، الـ الرضا نفسه هو اللي بيفرق وبينعكس في الشكل، مش مرفوض ابدا ان احنا نحاول نبقى افضل وبالشكل الاحسن، ولكن الحفاظ على الصحه ومعايير الصحه اعتقد ده بيفرق كتير. خليني يعني قبل ما نختم اقول حاجه جمله صغيره جدا، قدماء المصريين اجدادنا العظام هم اللي ابتكروا ادوات التجميل، المكحله وخلافه، كانوا بيستخدموا ادوات طبيعيه من البيئه لم تكن تؤثر على جسم الانسان، ما ظهرش عندهم الامراض والاورام وكل ما يحدث الان. يعني كان عندهم ادوات للتوريد، كان عندهم كحل للعين، كان عندهم صبغات، كان عندهم حنه وخلافه. ما اعتقدش ان في حد ممكن يستخدم الكلام ده، ولكن انا بدعو شركات التجميل ان هي تعيد نظرها في استخدام المواد الكيميائيه، ويعني وتكون المواد الطبيعيه فيها بشكل اكبر. بشكرك دكتور ماهر محمود استشاري الامراض الجلديه والتجميل، حذر معانا في صباح الخير يا مصر من خطوره المراكز اللي ممكن بتستخدم ادوات او اشياء بتؤثر كثيرا على صحه الجلد والانسان. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. مشاهدينا كنا موجودين معاكم النهارده على مدار 3 ساعات، خلصت حلقتنا، نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.